أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام، سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بهذه التلاوات العطرة نستقبلكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من واش قالوا في رمضان، طبعا الحصة الرمضانية التي نواكب فيها الأمسيات والليالي الرمضانية. طبعا مشاهدينا الكرام، هذه ليلة 27 من رمضان، نتمنى وإن شاء الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. سنحاول أن نتحدث في أفضال هذه الأيام المباركة، نتحدث عن أفضال الشهر الفضيل ونحن في أيامه الأخيرة لهذه السنة. إن شاء الله يعوده الله علينا ونحن بأفضل حال، ونحن بأفضل حال، وأن نخرج إن شاء الله من هذا الوباء ومن هذا البلاء إن شاء الله في أقرب وقت ممكن. طبعا مشاهدي الكرام، بدون إطالة نرحب بضيوفنا الكرام الذين استمتعنا وأمتعونا جدا بهذه التلاوات. الأستاذ عمر شلبي، خبير المقامات، أهلا بك سيدي. مرحبا. المنشد طبعا المعروف أخي علي وقناة البلاد، نحييكم والمشاهدين الكرام في هذا الشهر الفضيل، وبالضبط في هذا اليوم الأغر، ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، ونحن جد فرحين ومسرورين بوجودنا مع المنشد الكريم ومع العلماء الكرام. طبعا وأيضا معنا الأستاذ عاد الحاند المنشد. مرحبا بك أخي علي، مرحبا بنا عندكم. تقبل الله وصيام الجميع، صح فطوركم، وان شاء الله نقضي كيف كيف ان شاء الله اوقات طيبه جدا ان شاء الله مع المنانات التي ترافقنا ان شاء الله. طبعا طبعا، وهنا ايضا حاضر معهم الشيخين ربما اللذين احبهما كثيرا، شيخ موسى عزوني. مرحبا بك شيخ. مرحبا استاذ علي، واحييك واحيي الاخوه وكل المشاهدين في هذه الليله المباركه. وطبعا معنا الشيخ رزقي حج سعيد. طبعا مرحبا بك، صح فطورك وازول اخويا، صحة فطوركم، مرحبا بكم، مرحبا بالجمهور، اعطيكم الصحة ان شاء الله نسعد يوم السنة العالية. هذا رمضان مربوح، ليلة العظيمة، ليلة القدر، ان شاء الله سلهنا هذا الخير ودير في ضرب فلان غنهمك ان شاء الله تعالى. طبعا شيخ موسى، افضل ليلة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. لكن قبل هذا اسمح لي بك شيخ. نعم. انه الزميل محمد سلطان اليوم راهو في عطله، اليوم راهو مريح، نوجه له التحيه. نعم. على ان يعود معنا غدا او بعد غد بحول الله. طبعا نحيي الاستاذ محمد سلطاني وندعو له بالخير ان شاء الله. الاستاذ شلبي ذكر بانه اعظم الايام واعظم الليالي، وعلماؤنا الاجلاء عندما فضلوا بين العشر الاواخر من رمضان والعشر الاوائل من ذي الحجه
وصلوا إلى خلاصة الخلاصة وزبدة الزبد حين قالوا: فأما إن قصد الأيام فهي العشر الأوائل من ذي الحجة، وإما إن قصدوا الليالي فهو بلا خلاف بين أهل العلم أنها ليالي العشر الأخيرة من رمضان. لكن لماذا؟ لأن العشر الأواخر من رمضان في لياليه اجتملت على ما نحن فيه الآن، اللحظة الآنية هي ليلة القدر. لكن لماذا ليلة القدر أيها الإخوة؟ ربنا عز وجل قال في سورة الدخان: حميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. هذه الآيات تشرحها ما تفضل بقراءته الأستاذ عادل: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ما شاء الله. لكن لماذا هي ليلة قدر وشرف ومكانة، ولماذا رحمة من ربك، ولماذا هي بالفضل العظيم؟ خلينا شيخ في التسمية ليلة القدر. نعم أنا جاي لهذا. القرآن العظيم أنزل في هذه الليلة. إن الله عز وجل جعل خلق الملكوت كله في كفة، وإنزال القرآن في كفة. فقال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. قابلها بقوله: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وقال: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وقال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. تبارك الذي خلق كل هذا الكون، وتبارك الذي خلق أنزل هذا القرآن. فإن قيمة ليلة القدر إنما من قدر وشرف هذا القرآن. فأنزل شيء مشرف عند الله ذا قدر، على نبي ذي قدر، بملك ذا قدر، في أمة ذات قدر، والذي أنزل ذا قدر وهو القرآن العظيم. والقدر إنما هو الشرف والمكانة. وقد أشرت في حصة سابقة أن القرآن يقول مثلا: ذلك الكتاب لا ريب فيه، وأحيانا يقول: إن هذا القرآن. والأساتذة يعرفون الاختلاف بين هذا للإشارة وذاك للإشارة. ذاك يقصد بها البعيد، وهذا يشار إلى القريب. فهل القرآن قريب أم بعيد؟ نقول: إن القرآن قريب منا لا شك في ذلك، لكن عندما قال ذلك الكتاب إنما أشار إلى رفعة مكانته وبعدها، لا إلى بعده منا. فهي إشارة إلى رفعة المكان. ألم يقل تعالى: إنا أنزلناه؟ فدليل الإنزال إنما هو عظمة الموضع الذي كان فيه فأنزل. فهذا القدر، فقيل سميت ليلة القدر لشرفها وعظمها، وقيل القدر أيضا من الضيق. طيب ما علاقة الضيق بقدر؟ قال سبحانه وتعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر، أي نضيق. لحد الآن المفهوم ما هوش واضح. قالوا بأن الله عز وجل قال في الآيات نفسها في سورة القدر: تنزل الملائكة والروح فيها. الملائكة تعج في الطرقات والمساجد والبيوت على قلوب المؤمنين، فيكتظ المكان فيضيق، فسميت الله ليلة الله القدر. الله سبحانه. وسميت ليلة القدر من التقدير، أي أن الله كما جاء في الأحاديث المتواترة يقدر فيها الأقوات والآجال والأرزاق، ومن يولد ومن يموت. بل قال أهل العلم فيما ذكر القرطبي وغيره: بل يقدر اسم الرجل الذي سيقف على عرفة السنة القادمة. الله. نعم. ولهذا قال: فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا. إذن في هذه الليلة تقدر الطاعات، هل قبلت هل رفضت. إذن هي ليلة متميزة جدا، متميزة. وإذا أردنا أن نضع لها بعض اللمسات، الصورة بين صورتين مشايخنا، الصورة التي بعدها دائما أنا أحاول أن أرشد قراء القرآن إلى النظر في السياقات حتى بين الصور شيخ عمر. فأما الصورة التي قبل فهي صورة العلق، تبدأ بإقرأ لتنتهي بسجد واقترب، لكن بعدها مباشرة سجود واقترب، وليلة القدر هي ليلة السجود والاقتراب. اقرأ حتى تصل بالقراءة إلى السجود،
ثم بالسجود تقترب فتحصل ملامسة الجسد مع ماذا؟ مع الأرض، الطين مع الطين. ما الذي يسمو؟ الروح. السجود تسمو معه الروح فتلتصق الأرض بالأرض. فإذا سمت الروح قال لك ربي إنا أنزلناه، إنما ليلة القدر إنما هي ماذا؟ هي ليلة سجود وقرب. صحيح أن كل الليالي هي ليالي سجود وقرب، ولكن عندما قال تعالى اسجد واقترب إنا أنزلناه في ليلة القدر، ربط عجيب. لكن لما قال إنا أنزلناه دكتورنا الشيخ صالح السامرائي مد التفاته ماتعة، ماذا يقول؟ يقول سبحان الله، قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، فلم يذكر ماذا أنزل، لأنه في القرآن يخفي الإسم ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، مقصود الأرض. فيقول في الآية التي بعد سورة البينة ماذا قال؟ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، فبين ما كان مبهما في سورة القدر، فذكر الرسول وذكر الصحف المطهرة فيها كتب قيمة. إذن هذه ليلة ليست كبقية الليالي، أفضلها لا تعد ولا تحصى طبعا شيخنا. والحديث الذي نختم به في الحديث الصحيح، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الله. ما معنى إيمانا واحتسابا؟ لوجه الله عز وجل محتسبا الأجر عنده. سبحان الله. والأجر مخفي كما تعلم. شيخ رزقي. نعم. ليلة القدر في هذه الظروف الصعبة، ليلة القدر ونحن في أمس الحاجة لأن تصل أصواتنا إلى الله سبحانه وتعالى، ليلة القدر ونحن في جائحة وابتلاء كبير، طبعا نتمنى وندعو الله سبحانه وتعالى أن يرفعه عنا. كيف يمكن أن نستلهم من هذه الليلة المباركة الطاقة الروحية لكي نتجاوزها بحول الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أول أنه الله خصنا سلطاني، الله يبارك. طبعا طبعا تحية له. والله غير خصنا، ولكن خصنا خصنا سلطاني، ولكن الحمد لله لليوم إن شاء الله تنزل الملائكة لخير منا وخير من سلطاني. اسمح حضور الملائكة يشرفنا إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. إحنا واش نقولوا هذا الظرف الصعب، هذا الابتلاء اللي ابتلانا به ربي سبحانه وتعالى، احنا هذه الليله هذه المباركه كما تفضل شيخنا الكريم ربي يحفظه، هذه الليله ذات قدر عظيم. ولكن كاين واحد ما نقدرش نزيد على الشيخ موسى، واش نقول؟ رب العالمين قال ان انزلناه في ليله القدر، وعلاش ما قالش ليله القدر العظيمه ولا الجليله؟ قدر مطلق، صافي دير عندها قدر مطلق، ما صافي دير إليميتي. الأفلام الاستغراق يسموها. بارك الله فيك الاستغراق. وبعد علاش قال وما أدراك؟ واحد ما يقدر يعرف قيمة ليلة القدر. وما أدراك؟ شكون اللي يقدر يعرف الأسرار اللي كاين مع أبار الأسرار اللي عطاهم لنا رب العالمين في القرآن وفي السنة؟ صحيح. مادام رب العالمين بين لنا قيمة هذه ليلة القدر، خير من ألف شهر. أولا تكريما لهذه الأمة. أن نكرمها لأنه يعرف لهذه الأمة تغلط، هذه الأمة ترتكب الذنوب، رون بلاصة لها ليلة واحدة ب 83 سنة عبادة، أنه رب العالمين حب أنه العمر تاعنا كاع يكون عبادة. وبما بمناسبة هذا اليوم الكريم، مادام رانا في محنة، رانا في ابتلاء، احنا ما نقولوش ناس مقلقين، ناس فرحانين، لانه كرمنا رب العالمين رايحين نحضروا هذه الليله المباركه. لعل في هذه الليله ندعيوا الرب سبحانه وتعالى باش يرفد علينا هذا الهم ويرفد علينا هذا الوباء. اش انا ديني غير درنو سقذيلي ثافين ديننا شيخنا موسى، شنو المعنى الى ليله القدر؟ ذيض اكس عن ازال، اكس عن القدر، اكس عن القيمه، اكس عن الرحمه. الدليل رب العالمين ينادى إن أنزلناه في ليلة المباركة إن كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا، من عندي الله عز وجل. أي شرف، أي ثمثل أن القرآن قيغي نزلت سفلة سبع جنوان، قم كنت زدك غور سيدي ربي قلنا زدقان، الجبريل قلنا زدقان، أف الرسول قلنا زدقان، أفول النبي صلى الله عليه وسلم قلنا زدقان. لعل السنة قيني أندعو ربي سبحانه وتعالى، وبلا شك أفي الله الشك، ولا شك في سيدي رب العالمين، ربي رحيم، ربي حنين، ربي سبحانه عنده الرحمة،
ما لازمش نشكو في رب العالمين انه في هذه الليله الشعب المسلم باكمله يرفد ويتضرع للرب سبحانه وتعالى. ادير ضرع رب العالمين يدير في ذي فاسليس باش اكن رب العالمين يكسف لنا الهم انه غلى الوسان انه غلى الجوامع انه غلى الخدمه اغي يفقر بالخير ان شاء الله تعالى. ان شاء الله ان شاء الله. استاذ عمر شلبي، ربما في الرمضانات العاديه كنا هذه الليله تكون ليله تكريم حفظه كتاب الله، تكريم اللي صلوا بين التراويح، لكن هذه المره نفتقد كثيرا هذه الاجواء حقيقه. بوركتا وبوركا في الجميع. انا لن اكون احسن من المشايخ فصاحه ولا كلاما ولا علما، نتكلموا بالدارجه بيفهمون الجزائريين وبيفهمون كل العالم. اولا نوجه تحيه الى الاخ اللي تكلمت عليه رغم ان لا اعرفه سلطاني، واريد ان القاه يعني ان شاء الله. تحيه لكل مسلم يوحد المولى تبارك وتعالى، ورحمه لكل من مات بهذا الوباء وللمسلمين جميعا. حقيقه هو هذا الوباء او هذا الابتلاء او هذا البلاء، الشيخ موسى هو يفسرنا فيما بعد هذا الكلام، يعني جاء للعالمين، يعني للعالمين الأمريكان فرنسا، ناهيك عن احنا الدول المسلمة الغير متطورة مثل هؤلاء. إلا أننا الشيء اللي نفرحوا به لما يموت واحد فينا احنا قال هذا مسلم لا إله إلا محمد رسول الله، هذا هو اللي نفرحه، هذا هو الأساس اللي فرحنا. من الله ما لا يرجون. بارك الله فيك. في رمضان كنا حقيقة، أنا عن نفسي كنت نصلي التراويح مرة في باريس، مرة في سطيف، مرة في العاصمة، حفلات كنت نلتقي أنا وخويا حاند في فيسكيكدا، كنا نلتقي في كل يعني المناسبات. الأجواء الأجواء هذيك، شفت هذيك الكلمة اللي قالوا هنا زمان ما يحسب الجمرة غير لكواتو. الله الله. هذيك احنا رانا حاسينها اليوم. الله. هي جمرة وباء جمرة، ولكن كنا في واحد الخير. رانا أنا ذوك ولادي نقول لهم ما كنتش تخرجوا تشفاو البارح، يعني باش نذكرهم برحمة الله سبحانه وتعالى. اللي البارح احنا كنا نقدروا نخرجوا اليوم يعني تقعد في دارك بالسيف عليك لان الوباء. شهر رمضان كنا درنا دورات عبر سكايب عبر فيسبوك، مسابقات دينيه انا درتها شخصيا مع بعض المشاهدين. هذا تاع عن بعد يعوضوا شويه يعني المسابقات اللي تجرى يعني عن قرب بالطريقه العاديه؟ تقريبا، ما نقولوش احنا 100%، وانما اخف الضررين. صحيح. اخف الضررين ان الواحد شوف اللي والف ينشط ويتحرك، ما تقدرش تحطه انت يا تغلق عليه تقول له ريح. أنا عن نفسي لا أخرج من البيت، هذه مش راني ندير فيها إشهار، وإنما واجب علينا ما نخرجش من البيوت. نروح من الحومة في حي بن شوبان نخرج نقضي، نعاود نولي وليدي الكبير 18 سنة ما يخرجش من الدار. راه مع القرآن، راه يلعب شوية بلاي، راه قاعد وكذا. ولهذا احنا لما ما خرجناش من البيوت ما بقيناش مخبين، أنا نصلي التراويح مع أزواجنا مع أولادنا، نعلموهم. اليوم هذه الجائحة هذه ربما فضحت أناس وبشرت اناس، عن نفسي انا. نعم. اللي اهل القران ما يقدرش يروح يجيها اخرى في رمضان، اكيد راه مع ولاده، واللي ما يعرفش القران خلال العام ما يقدرش يصلي بولاده. صحيح. ولهذا علمتنا اننا نعاودوا نولوا الدين تاعنا. المنشد يلاقي معليش ويصلي ركعتين ويدير ابتهالات، والفنان كما قال احنا الملتزم اللي مد بليس للبلاد هذه يلاقي ولاده ويصلي. صحيح. الشيخ موسى ما يقدرش يروح يرقد في داره، محال. كنا نسمع ما نأمنش انا، نعرف اللي راح يلاقي ولاده ويصلي بهم. طبعا. فهي قال عند قوم فوائد، هذا هو مصائب وهي قوم عند قوم فوائد. احنا نتمناو تعاود ان شاء الله بعد رمضان، ان شاء الله نعاود نولوا الى بيوت الله، وربي ان شاء الله يقبل حتى ما دخلناش البيوت تاعو. انا ناذن ونصلي في بيتي. جميل. ولكن رب عمر ورب العالمين وعارف باللي ماناش قادرين يا الله، احنا نوجهوا نداء الرب يخف علينا ان شاء الله. سي عادل. ان شاء الله سي عادل. رمضان في زمن الكورونا مفروض انه كانت عندك رمضانات نشاطات معتبره في رمضان ما شاء الله، لكن هذا رمضان كيفاش عودتوا عن بعد؟ قدرت تصنع يعني البديل ولا دائما تبقى حاجه ناقصه؟ والله اول شيء نعاود نجدد شكري للقناه على هذه الفرصه الكريمه. شكرا جزيلا كي لقيتونا مع المشايخ ومديتونا فرصه ان شاء الله باش نتوجهوا للجمهور العريض اللي تابعنا. كما تفضلت خويا علي، رمضان هذا يعني في كل المجالات مغاير، لانه كل شيء تبدل، كل شيء يعني الظروف تغيرت. فاحنا ما نبقاش مكتوفين ايدي، فحاولنا نتواصلوا مع المتابعين في عبر وسائل التواصل الاجتماعي. فكنا مع بعض الصفحات ومع بعض المتابعين المباشر، كذلك تواصلنا مع القنوات عبر الفيديوهات.
وكما يقول لك الانسان ما يبقاش مكتوف الايدي، دائما يصنع البديل، دائما يكون ايجابي ان شاء الله، وان شاء الله ربي يقدرنا باش ان شاء الله ديما نزرعوا البسمه في قلوب المستمعين ان شاء الله. ان شاء الله. قبل الفاصل نطلبوا منكم نشيد في معنى يعني الامل، ومعنى ان شاء الله ربي راح يفرجها بحول الله. امين. اذا حبيت برك ندير المقطع الاول بالاستقبالي بالامازيغي. معليش تفضل. تحت رقابه الشيخ رزقيه. الشيخ راح هذا ما نقدرش نراقبه. والشيخ هذا ما نقدرش. اتفضل اتفضل. راح نطول عليك يا شيخ، انت ما يشوق انك شنو سبيسياليتي انك من السقيا. انا غفلي عليه غفلي عليه. يزرع عليه كلش. أنا حماد ربا فنشكر ذكو سوق سيفك دشهار جيث اللي تثبور الجنة السوى المؤمن يغفر يظل بربك يغفر ذي الخير ندني في السماء أخذوا غلهم ذي المنكر فزري ضدوني الثوار أذ يسويه قلني يا أحنا مثتو ضاكيدا نفكر ذي الدين محمد ورنكار سيزي كايثي دين غال الله الله هايوان ذاوي ولا اوان وقبل ديا وضو السن أرغور كردو غالن الله الله هايوان ذاوي غولاوان وقبل ديا وضو السن أرغور كردو غالن. امين امين امين. عدنا مجددا مشاهدينا الكرام، وش قالوا رمضان مستمر معكم عبر قناه البلاد. طبعا اليوم جلسه طيبه بمناسبه ليله 27 من رمضان. طبعا اعيد الترحيب بضيوف الكرام، طبعا الشيخ موسى عزوني، طبعا الشيخ موسى راه يطالب بالكراء تاع المكتب تاعو اللي استولينا عليه في هذا الشهر، راح نرجع للقضيه فيما بعد. وايضا معنا الشيخ ارزقي حاج سعيد، مرحبا بك. الله يسلمك. ولكن وكلني الشيخ موسى اليوم تنازلنا على ليله القدر، تنازلنا على نحيوها من الحساب ليله العفو. معليش راح نجي لك في هذا السؤال. طبعا معنا الحناجر الذهبيه ما شاء الله، استاذ عادل استاذ عمر شلبي، اهلا بك استاذ مره اخرى. شكرا. والاستاذ عادل حند، مرحبا بكم. طبعا شكرا خويا. متعتنا بقصيد بعد قليل راح يترجموا لنا الشيخ ارزقي. ما ترجموا لنا الان، واش اهم واش جا فيه؟ شوف القصيد الامازيغي مبني كاع على العرف ومبني على الدين ومبني على الاصاله. كل كاع الشيوخ تاعنا اللي داروا القصيد مبني على الدين ومبني على الكتاب والسنه. هذه القصيده تاع عادل شو الله يبارك سبحان الله اشويق اشويق ايه. بدا باش بدا بشهر رمضان. صافي دير قال لك الشهر اللي نزل عليه القران، هذا الشهر اللي في العام. وبعد توسل ربي سبحانه بالكلمات، والتوسل حاجه مشروعه. وبعد واش قال؟ يهضر على القلب، انه الانسان لازم يصفي قلبه. تسمى تكون عفو، صافي تكون سموح. هذه هي المعنى، صافي دير القصيده مبنيه على الدين، ويهضر على هذه الايامات تاع شهر رمضان. هذه القصيده كاع مبنيه على الشرع، مبنيه على شهر رمضان. هذا هو. صحيح. شيخ موسى عزوني، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، دعاء الماثور في ليله القدر. العفو. نعم. الذي نريد ان نقدمه كجديد في هذه الحلقه، لابد ان نسال السؤال. ام المؤمنين عائشه سالت، والسؤال دليل على ذكاء من ساله. شوف الذكاء تاع السؤال ايضا. لان السؤال الذي لا ينبني عليه عمل لابد ان لا يطرح، ولكن السؤال الذي ينبني عليه عمل هنا الذكاء. يا رسول الله، ماذا لو أني أدركت ليلة القدر؟ ماذا أقول؟ يعني السيدة عائشة روت 2210 من الأحاديث، هل تسأل مثل هذا السؤال؟ إنما هي تريد نوعية جواب في ليلة خاصة.
هي تدرك قدر ليلة القدر، فلهذا أرادت شيئا يتناسب يحاكي عظمة الليلة. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يجيبها جوابا يجب علينا نحن أن نستقبله فنفكك ألفاظه. لماذا اختار من أسماء الله كلها إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة؟ لماذا قال إذا أدركت ليلة القدر يا عائشة فقولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، وفي رواية اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. شوف اذكر العفو 3 مرات، لماذا؟ سؤال لابد أن نفهمه. الله عز وجل قال وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وقال في سورة غافر حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب فيما مضى قابل التوب فيما سيأتي ثم شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. لكن صفة العفو بالذات حتى أبينها للإخوة، تخيل أستاذ علي مثال بسيط، أنه عندك كمبيالات عند واحد وشيكات لابد أن تدفع الدين، فتروح له بعد مدة تقول له يا فلان والله أنا أمهلني إلى نظرة إلى ميسورة. فيقول لك نقول لك حاجة، ماشي فقط أنظرك، 100 مليون هذيك سامحتك فيهم، هل تكون مسرورا أستاذ علي؟ أكيد ستسر طبعا. لكن هناك موقف آخر، يمسك الكمبيالات والشيكات فيمزقها، أي الموقفين تكون أشد فرحا فيه؟ عندما يقول لك سامحتك، خلاص قال لك سامحتك، فأنت تشعر بسعادة، ولكن تقول سبحان الله لعله ينسى. وش الضامن؟ لا وش الضامن، بلك يدور في كلامه بلك كذا، بلك زوجته تقول له لا هذا حق أولادنا، ولا لا بلك يجيك بعد مدة يقول لك أعطيني النص هاني في ضائقة، ما قلت لك شيء يتنكر. فإذا مزق الشيكات ومزق وكل شيء ازددت في قرارة نفسك طمأنة بعد طمأنة هكذا، ولكن ليطمئن قلبي. الله عز وجل يعطيك عطاء لم يعطيه لأحد، بحيث أنك تقف في أرض المحشر فتفتح صفحتك فلا إثم مكتوب فيها ولا ذنب. لا إله إلا الله. فمن أدركه العفو في هذه الليلة مسحت صحيفته من كل الذنوب، فإذا فتحت للمحاسبة. الله عز وجل جاء في الحديث إن العبد لا يقف بين يدي الله فيذكره الله بالصغائر والعبد من الكبائر مشفق. نعاودها، إن الله لا يذكر عبده بماذا؟ بالصغائر، والعبد من الكبائر مشفق، يقول يا ريت ما يجبد ليش الحاجات الكبار، يقول عبدي سترتها عليك في الدنيا وكذلك أسترها عليك اليوم. لكن الآن لما يجي العفو أنت تفتح اقرأ كتابك، ما هي جاية اقرأ كتابك، وكل إنسان نلزمناه طائره أي كتابه في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، تخيل أنت لما تجي تقرأ كتابك وانت عارف الذنوب اللي درتها، فتفتح فبصفة العفو التي أدركتها في فضل ليلة القدر تفتح فلا تجد شيء. الله إذن العفو بالذات، العفو بالذات هو أعظم نعمة بعد نعمة ماذا؟ الستر. فربنا يغفر، يخبي لك الهموم تاعك والمشاكل تاعك، ويدعوك إلى الانتقال من مساحة ستر الذنب إلى التوبة. ومن بعد لما تتوب يقبلها ويكفر عنك السيئات ويجعلها لك حسنات ثم يعفو عن كل السيئات. وذلك قوله تعالى على لسان الملائكة الذين يحملون العرش، خليني نقرأ الآيات، هذو أنفس الآيات، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا. تخيل شكون اللي يستغفر لك؟ ملائكة. انت تقول للخوك، تقول للعالم ادعي لي تفرح، قال والله غير الشيخ فضيلة الشيخ ادعي لي، ولكن الملائكة المقربون. لا، الثمانية الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. شوف اللوير تاعك، شوف المحامي تاعك شكون؟ الملائكة أيها العبد، حتى لا تستصغر نفسك أيها المسلم، أيها نعم أيها الموحد. ربنا وسعت كل شيء، يقولوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. شوف الدعاء الأخر،
وقهم السيئات، هذا هو العفو، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. سبحان الله الرحمن الرحيم. يعني حتى الملائكة تقول له يا ربي ما نحبوش نشوفوا مؤمن عنده سيئات. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، أي رحمة أعظم من هذا. ولهذا نستقبل يومنا دائما الرحمن الرحيم، ومن عبد الرحمن الرحيم لا يمكن أن يجد القنوط سبيلا إليه أبدا مهما كانت الظروف، فهو عابد للرحمن الرحيم. نحن بحاجة كثير لهذا الكلام يا شيخ، بحاجة كثير خصوصا في هذه الظروف. طبعا إن شاء الله راح نعود ونرجع لكم الشيخ الكريمين، لكن الآن مع الأستاذ عمر شلبي، مدرسة الإنشاد والمقامات في الجزائر، أعطينا عليها نبذة شوية، مميزاتها، ركائزها. والله يا شيخنا ورانا الشيخ علي، عندنا أجيال يعني ما شاء الله، يعني والله احنا نقول قديما كنا ننشد او نغني الكلام الطيب، لان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال من لم يتغنى بالقران، ولهذا لما نقول اغنيه الناس تروح للكوتي اللي منه، وانما هي من يتغنى يعني. كنا ارسلتم من يغني، من يغني لها في الحديث في البخاري، ايوه الجاريه في البخاري ما شاء الله التي زفت يعني. نعم صحيح ما شاء الله. ولهذا احنا لما نحصل في امور تاع الدين الشيخ موسى الله يعزك هذا هو وشيخنا الكريم. فالإنشاد كان قديما تقليدا، وفي الجزائر كنا احنا مولعين بالمشارقة، صح ولا لا استاذ عادل؟ ولما يكون المهرجان الإنشادية، اتصور مرة الشيخ أبو الجود نحييه، والله ما ربي ينصر ان شاء الله سوريا ان شاء الله، ربي يرفع عليهم الضر كما يرفع عليهم الضر. نعم، فهو المنشد سرميني أبو الجود، سمع واحد الطبع في قسنطينة معروفين بالمجنبه ومعروفين مثلا عندهم الغريب منا في تلمسان المالوف عباك داخل خلع. وانا والله لو تروح تبحث على اللي درسوا معايا المقامات ولا اللي كانوا في الانشاد، دائما ماشي ضد الطبوع المشرقيه وانما مع الجزائر، قالوا ظالما او مظلومه طبعا، كما قال ابو مدير رحمه الله مع فلسطين، جايه من تراثنا، جايه من بيئتنا. اليوم احنا لما نتنحى على هذا الطرموش وعلى القميص اللي تشوف، حتى اخويا عادل هذا شباب، نعم. يبقى غدو ان شاء الله انا شفته بلباس اللباس نتاعنا، نعم. وين راح الهويه الجزائريه؟ راح اللحن، راح الكلام، راحت اللغه، راح كما قال ابن خلدون رحمه الله، صحيح. قال تعرف البلاد بثلاث اشياء، ايوه قال اللغه والعمران واللباس، صحيح. الا راحت اللغه ما بقات الناس، كل يوم رانا نقصوا في كلام، اللباس هو راح اللي هو الجزائري ولا والعمران يسال عليك الخير، وين راهي بلادنا؟ احنا نمدوا رسالة أنهم تعلموا المقامات العربية من لاسورس من المنبع. أنا شخصيا كنت الطبوع المغربية اللي هي زيدان وسيحلي والمزموم، كنت نروح المسجد الكبير نتعلموا عن الشيخ اسماعيل هني، وما أدراك من الشيخ اسماعيل هني، قائد السيمفون أوركسترا نتاع المالوف في الجزائر، حاجة كبيرة، حاجة كبيرة بزاف يعني. الآن راه مريض شوية، تصور هذا الرجل كان عنده أوركسترا وبنته الآن ربما في إسبانيا ولا هي عندها فرقة موسيقية، يجي للجامعة الكبير يقري المؤذنين باش ما تروحش هذه الطبوع. الله أكبر، شوف الرجال يعني من وقتها من مالها وقتها تعلم. احنا ندي شوية منا وندي من المشارقة منا، ونعلم الشباب أنهم يضيعوش هذه الطبوع نتاعنا. صحيح صحيح، طبوع جزائرية يتعلم يأدي فوكال مو ما يغلطش، ما يديطونيش في الموسيقى العربية، يعرف يأدي. حتى لو تروح ماشي في المدائح، لو تروح للقرآن، لما احنا درنا فرسان الاذان او فرسان القران او فارس القران، نحيي الاستاذ سليمان بخليلي من هذا، قلنا ان شاء الله عام سعيد وللمباركه، تحيه سليمان كان معنا ايضا. نعم الشيخ سليمان اول من بدا يا جماعه الكرام يا مشاهدين، وراه على حسب زميل كريم كالي راه يتابع في البرنامج ما شاء الله. وعندنا ايضا محظوظ اليوم حتى الاساتذه في الاعلام، الاستاذ سامي نور الدين الاعلامي الكبير راه بعث لي رسائل الان، والله استاذ سامي اسمح لي هذا وين شفتها وعيت لي بالرقم ما عرفتوش، قال لي اقترح عليك هذا العدد يكون اسمه مقامات الهدى. الله، عنوان جميل، تحيه لك استاذ سامي تفضل. مقامات الهدى من كلمات مقامات الهدى، احنا قال اذا اردت ان تعرف مقامك فانظر فيما اقامك، من قالها؟ الشيخ ابن الجوزي، تذكر على كعب بن الاحبار وعلى ابن الجوزي. احنا مقامنا الان وهو مدح الرسول، صحيح. مقامنا وهو ذكر رمضان، صحيح. مقامنا ان نترحم على الشهداء وباء كورونا، مقامنا ان نذكر، ولو قال كما يوم القيامه ربي سبحانه يشوف، ربي عالم، يقول لهم يا ملائكتي شوفوا كش واحد ظلمناه راهو في الجنه او في النار. نعم. يا اخي يقول ربي، نعم. قال اخرجوا من النار من ذكرني في مقام.
خرجوا من النار بالك واحد خافني في نهار واحد بالك هذا هو النهار ان شاء الله. الله احنا اليوم نقولوا ان شبابنا الى عندهم اصوات ما لازمش يروحوا للكلام اللي ما لازمش يعني وبلا ما ندخلوا في الديطا يعني يروحوا للكلام الزين حتى ولو تصاحبه موسيقى. الشيخ يفتينا في الموسيقى الكلام ليس كلها يبني. حرام الكلام نعم الذي يبني. اذا كان الشيخ الغزالي رحمه الله انا نقولها ونعاودها وما ادراك ما الشيخ الغزالي ارادته مذيعه ان تستفزه في مكان ما فقالت ما قولك في الموسيقى وش يقول لها الراجل الزين هذا الله يرحمك يا الغزالي اللي هو مزيه جنال الجزائر سقمنا هذا الفكر ما خلاناش نروحوا لا الفكر الوسطي الاسلامي المعتدل. قالها يا بنيتي ان الشعوب ما زلت في راسي الشيخ موسى صلوا على رسول الله اتعلموا يا مشاهدين في قناه البلاد قال ان الشعوب دائمه الحركه ان الشعوب دائمه الحركه قال وهي يتكلم في كلامه قال وهي دائمة الغناء يعني كاين شعب ما يغنيش السعودية ما يغنوا قال فإن لم يغني لها العقلاء غنى لها السفهاء ربي يرحمه إن شاء الله. هذا هو الفتوى نتاعو احنا اليوم احنا مباشرة يقول لك حرام وحلال تعمروا بحاجة عيانة احنا اليوم الشباب يتعلموا المقامات الطبوع الجزائرية من لاسورس نتاعها من الناس اللي يعرفوا ماشي يسمعوا ويروح يأدي. انت كيفاش كانت بدايتك يعني اهتمامك بهذا العلم المقامات؟ احنا كنا قديما نقلد وقلت لك كنا نقلد المشارقه يعني ولا فخر يعني ثم لما في قبل الألفين احنا كنا منشدين ونأدوا ولكن ربما يكون فيه تعب في الصوت فالموسيقى أدبتنا وعلمتنا كيفاش نأدوا كيقولوا أدبتنا راك عارف لما ربي يقول النبي الرسول يقول أدبني يا ربي فأحسن تأديبي صح احنا في هذه أدبتنا علمتنا مش ما نخرجوش على المسار الأدائي المعروف تتصور واحد يقرأ قرآن يقول هك الحمد لله رب العالمين فرس مثلا وبعد يروح حجاز الرحمن الرحيم دي طونا ولا لا راح رغم أن هذا صوت بس ومليح وحجاز لا ترتاح له الأذن أنت وحدك ما تعرفش مقامات تقول والله غير علاش في شيء في شيء مش بارك الله فيك اليوم في الشعر موجود في الـ في الـ في, الـ في كل شيء في يعني في أي في الجمال هو جيل آخر عادل أستاذ عادل منشد كيفاش مشيت في طريق الإنشاد؟ والله الإنشاد أول شيء في الابتدائي ولا في الطفولة عندك صوت شباب عندك صوت شباب و صحيح صحيح وبعدين هي أول شيء كنت شاركت نشفى مرة شارك في اسمه في السيام الإكمالية احتليت المرتبة الأولى في ترتيل القرآن الله يبارك وكذلك في المدرسة القرآنية تربيت فيها مدرسة الجود والكمال تابعة لمسجد الجود والكمال يعني تعلمنا فيها كما يقول لك وين جاية هذه المدرسة؟ في براقي في براقي نعم مجد. تعلمنا أحكام تلاوة تعلمنا أكثر الشيخ ماله طبعا أكيد. ما شاء الله الشيخ من المشايخ اللي تعلمنا من عندهم وتأثرنا من عندهم وخذينا من عندهم الإسلام الصحيح الله يبارك لأنه كاين الناس بزاف ينشروا أفكار خاطئة يعني أنت محظوظ أنه كان نعم الشيخ نعم معك أكيد. في أنا محظوظ أنه استفد من الشيخ يعني كبر وتزوج الله يبارك الله يبارك فكما قلت لك يعني الفكره انه كاين ناس يعني يعني كرمهم ربي سبحانه انهم عندهم منابر وعندهم ولكن عندهم مسؤوليه كبيره باش يقدموا الاسلام على يعني في صوره صحيحه وفي صوره جذابه من امثالهم شيخ موسى فاهم فماذا بينا اكثر من امثال شيخ موسى وشيخ رزقي فاهم الاسلام هذا واسلام اسلام اسلام رحمه اسلام ارسله الله للعالمين وما ارسلناك الا رحمه للعالمين يعني للناس قاعدين وإحنا مسلمين كما كان يقول الشيخ موسى مقبل ما كاش واحد فينا ما يقراش الحمد لله رب العالمين صحيح نحن رسالتنا لابد أن تكون للعالمين عالمية ثم لازم نحبوا الخير لكل الناس فباش الناس تأثروا بنا لازم نحتويهم ولازم نقدموا لهم لازم يحسوا بلي نحبوا لهم الخير فنولي لك السؤال تاعك البداية كانت في القرآن الكريم فلما اكتشفنا هذه الموهبة كان لازم نستغلها فيما ينفع المجتمع فيما ينفع البيئة تاعنا فبدينا الانشاد في مع فرقه براعم الى سنه 2010 انضميت لعده فرق في 2010 يعني بديت وحدي واطلقت انشوده اول انشوده تاعي اسمها تعالوا تعالوا وبعدها شاركت في مسابقات في الجزائر وخارج الجزائر كانت لي مشاركات دوليه في فرنسا في المغرب في اخرها في السنغال السنغال اسماء الله الحسنى نعم عمل جميل جدا نعم سمعوا مقطع منه نشيد فعلا يغوص في أعماق الروح طبعا عادل شكرا جزيلا يعني على هذا المقطع لكن عادل ربما أنت جاتك فكرة تروح تصور هذا الكليب في السنغال
عموما الجزائري كيحب يصور كليب يروح مثلا لتركيا، يروح لتونس، يروح للمغرب الشقيق، هنا في الجزائر طبعا يروح لماليزيا، لكن في السنغال علاش السنغال عاد؟ والله كما يقول لك فتح من الله عز وجل اولا، فانا عندي مشاركه دوريه كل عام نمثل الجزائر. كيف قلت لي في الفاصل ربحنا في لافينا ربحنا مازالني انا تواصل قلت لك يعني اصطفاء من الله عز وجل الحمد لله. عندي مشاركة دورية في تمثيل الجزائر في السنغال. عندهم يوم يعني وطني كبير جدا ضخم، وعندهم واحد الإقبال على هذا. يا ودي إقبال الأعمال الروحية، يعني جمهور غفير غفير جدا، يعني استاد يتعمر، يجوا يحتفلوا بأسماء الله الحسنى. كل عام يحتفلوا بثلاث أسماء الحسنى، ثلاث أسماء، أغلبهم يفهموش العربية. أغلبهم يفهموش العربية صح، يقرأوا يديروا جهد يحفظوا القرآن الكريم. يعني هذا البرنامج هو برنامج يومي من الصباح لليل، الفترة الصباحية الأطفال والبنات اللي يحفظوا القرآن يجوا يعرضوا، يكونوا ثم كلجنة التحكيم يعرضوا القرآن، يعني الحافظة اللي يحفظوا يعرضوا. وفترة المسائية تكون بعض المحاضرات والمداخلات، وفيها حفل أنا تكون عندي وصلات فنية. ففي أحد يعني طبعا ما قبل الماضية اقترح علي بأن أسجل عمل ونصوره لتماك، والحمد لله كان ناجح وتم بثه في قنوات عديدة في السنغال. طبعا جميل جدا، معليش في الجزائر لم يبثه، رانا بثيناه ان شاء الله. لا ماشي نعود نبثوه، نحكي ماشي غير على الاسماء الله الحسنى. يعني احنا مادام جينا لهنا يعني كاين عمل بزاف تاعي ولا واحد اخرين، يعني مادابينا الفن الراقي مادابينا يكون له دعم كل طبعا. وهذه رساله لينا والباقي القنوات الجزائريه، مادام انها منشدين جزائريين طبعا طبعا، ولازم وواجب علينا ان شاء الله في البلاد ان شاء الله نسيو ان شاء الله نبثوا هذه الاعمال، لانها ذات قيمه في النهايه وتضيف في قيمه ما تقدمه القناه. طبعا راح نرجعوا بعد الفاصل بحول الله، المخرج يلح عليه الفاصل، نروح مع الشيخ عمر شلبي يحكي لنا على سامي يوسف وماهر زين، هل عندنا احنا اصوات تنافسهم؟ نخلوا الاجابه بعد الفاصل. اهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا، واش قالوا في رمضان مستمر معكم. طبعا نحن فيها واحد الميزه في الحصه هذه، انه النقاش لا يتوقف في الفصل الاشهاري، احنا نبقاو نقصروا نبقاو نحكيو، احيانا الموضوع نستهلكوا شويه، لكن نبقاو شويه في هذا الموضوع، لانه دائما كنا نتحدث مع سي عادل حمد حول تمثيل الجزائر والالوان الجزائريه والثقافه الجزائريه والمقامات الجزائريه عند هذه الدول الشقيقه. ربما قبل ايام كان معنا القارئ سيري الشيخ رياض الجزائري، لما نض هذاك من بنغلاديش قال له اي لوف يو الجيريا، لانه فقط اربط بين القارئ وبين الجزائر. طبعا خلينا نروح الان الى سي عمر شلبي، عندنا ماهر زين وسامي يوسف، لانه هذه الاسماء اللي خلقت العالميه. هو على بالك الاصوات في العالم تختلف من دوله الى اخرى، تختلف الاداء، الطبوع، الثقافات. عندنا من هو احسن من ماهر الزين هو امامك، وعندنا احنا لما نتكلم على سامي يوسف. عاود هذه لا نعاودها لك ودير عليها الجمله هذه بشويه وشد المخرج شويه معليش. لا عندنا قلت لك ما هو احسن من ماهر الزين وسامي يوسف وهو قدامك. انا 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 لما انا لما الاستاذ سليمان مخليلي اعطاني هذا الاسم كخبير، يعني والله لم يعطيه لي هكذا، وانما كاينه حاجه قال له راك تقربع، قال له سمعتك شكون، قال له تفضل هو معروف الانسان هذا. شوف خويا الكريم، انا درست علم الاصوات، علم الاصوات لما تسمع ماهر الزين او سامي يوسف حاجه سامبل عادي عادي عادي. انا جابوا لي صوت ماهر الزين سون ايكو سون ايزيفي، لا لي فيرب لا والو، صوت عادي في 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 بعض في اناشيدو. يعني احنا اليوم انا استوديو عادي، يعني راك تشوف اصوات قمه زعزعتونا مثل ما يقال صراحه. يا شيخ العفاسي يسجل في واحد الاجهزه الصوتيه، هذاك الميكرو راه يدير ربما ملايين الملايين، فيه في استوديوهات يصفوا الاصوات. ما تقدر في الجزائر عندنا ما كاش استوديو اخر طراز، لا يوجد، انا نظرت عليهم كلهم، اللي يعني يصفي الصوت ويخرج كيما الان. انت كي تسمع مغنيين كبار لو كان تسمعوا قدامك تقول هذا هو كيما جمل الكاميرا وجوهنا، يعني الحمد لله احنا كنا منورين. يعني على بالك راه كاين خدع كيما تشوف خدع سينمائيه وتشوفهم يضربوا بالسيوف. وهنا يفرق يعني بين يعني الفنان او المنشد اللي عنده صح عنجوره والفنان هذاك تاع هذا الفنان اللي كيما نقولوا احنا يؤدي لايف على المباشر، او يؤدي على المباشر يعني
فهمني احنا ما كاش روبوتيك في الانشاد موجود 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 في بعض هذيك الانشوده اللي تسمعها العباسي المغربي هذو حتى في تلاوه القران يستعملوا لا لا في 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 الناس اللي مخصوصه اصوات هما اللي يديروا له اللي يديروا له الروبوتيك ولا لوطوتين هذا لوطوتين يبعث الصوت هكذا ولهذا نقول لك انا لا اقدح في لمهاجر الزين ولا غيره يعني نتكلم على جمال على حساب المخرج قال لك الصدى راهو عادي شيء عادي لكن مليح لما عقبت حتى لا يظن بانه شيخ عمر لا لا نحن نثمن سامي يوسف عنده أداؤه نعم. وماهر زين أنا رأيته في أمريكا وله أتباع وقصدك نعم. أنت أنه فعلا أنا تريد الفروقات أنا وش فهمت أنا وش فهمت شيخنا اسمح لي نعم. فقط أنا وش فهمت باللي ما لازمش نحقروا الكفاءات الجزائرية صحيح أنه عنده أداء وعنده جمهور ولكن يبقى هذا الجزائري ينبغي لنا ندعمه لأنه خويا علي لأنه صحيح كما يقول شيخ شلبي نحن نعم نحب البضاعة المحلية ونشجع أبناءنا ولكن نحن نتكلم الإسلام العام أبي الإسلام ولا أبا لي سواه ليفتخر الناس بقيسنا وتميمي أنا نحب عادل ونحب ماهر زين ونحب سامي يوسف لكونه يسجدوا لله جزائري تجي من بعد بارك الله فيك جزائري وليد بلادي هذه ما لازمش نقلبوا فهمتني الشيخ رزقي لا 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 يعني لكن الشيخ عمر يقصد وهذا الذي أظنه به لمعرفتي به أنه لابد أن لا نحقر من شأن كفاءاتنا وهذا الكلام يوزع على كل الأصعدة والمستويات ماشي غير الإنجاز في كل المستويات أنا ندعم كلامك بواحد الكلام احنا في الجزائر حتى وتروح للموسيقى العربية والطرب والغناء العادي صحيح يفضلوا على اللي يجي من الخارج على نتاعنا انا نشوف انا متوسع يعني يفضلوا كل شيء العالم يفضلوا اليس كذلك احنا عندنا بضاعتنا قالوا بضاعتنا ردت الينا احنا عندنا بضاعه نقدر نسوقوها كما عندنا في الزراعه والصناعه عندنا هذه اكثر صناعه انك تمد اصوات على بالك الاصوات هذه ربي سبحانه في بدايه فاطر قال العلماء ان تفسيرها وهو يزيد في الخلق ما يشاء نعم الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا اولي اجنحه مثنى وثلاث ورباع يزيد قالوا انه يزيد في روايه يزيد في الحلق ما يشاء نعم الخلق هو يقصد الصوت يعني هذا الصوت احنا نتكلم على ماهر الزين او غيره نتكلم على بضاعتنا الان اليوم ماهر الزين احنا بكري نشدو انا زدت في الانشاد نعم وما سجلتش غير حوايج قلال مثل اشاره فرسان الاذان راح نسمعوا مقطع بعد لا حتى في البلاد عندكم درت لهم انشوده ولكن التسجيل كان شويه رديء في واحد البيت ما حبوش يتعبوا عليه زياده يعني قلت لهم قادر نخرج لكم احسن في 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 تاج الوقار طبعا طبعا المسابقه الجميله ولحنتها وكتبتها تاج الوقار كتبتها انا من وحي يعني هذه الصغار ولحنتها وتعبت عليها وكذا فلهذا شوف يا شيخ هما جاوا من المشرق وبهذيك الهيئة نتاع نسان المشرق وباللباس نتاعو بالجمال هذاك الأصفر نتاعو لأنه هذا ما يخص والو من الجمال احنا ما شاء الله كون أننا هذه الجزائر هذه أنا ما نش قابل باش تولي مقبرة الشهداء حتى يموتوا يقولوا خدم خليه دعمه خليه يبان هذا هو هذه البضاعة تاعنا اللي نحوسوا عليها احنا رغم أنني والله يا شيخ أعطيها لك وهذا هو المشكل مشكل التسويق احنا عندنا سلعه ما شاء الله لكن ما عندناش هذاك اللي يشكرها ويعطي لها قيمتها ويوجهها للخارج بالشكل المطلوب طبعا نختم بواحد الكلام باش ما نديش الكلام في وسط خاطري تفضل في صلاه التراويح في باريس في 2015 يا شيخ في منطقه اسمها اليوسان منطقه يعني مولان 77 كنت نصلي حوالي 4 سنوات ونصلي التراويح الله يبارك فليله القدر ما يصلوش المسجد يصلوا في واحد لونفي كبير هكذا قاعة أمني سبور المير يمدها لهم ويصلوا فيها صحيح. وشنو المسلمين تاع تما مأدبين زيادة شيخ المير مسلم؟ لا المير ليس مسلما لا 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 البريفي الوالي معروفة في أوروبا معروفة. وأمريكا معروفة. ولكن هما لما تكون منضبط ومحترم القوانين ربي يسهل عليك المير دخل النهار العيد لا اسمع باش نولي من بعد باش نحكي على النقطة هذه اسمع هذه النقطة راهي حاجة واحدة أخرى باش نحكيو باش نقولوا المير هذا يدوش 3 أيام قبل ما يجي العيد قبل ما يجي العيد 3 أيام الشيخ ما يشربش الخمر والله العظيم يجي المسجد نعم ويجي ويلبس مليح كوستيما غير تقول هذا تزيري نعرفه يعني في الحومه نعم طبعا ادب كما كاين هذاك اليمين المتطرف العنصر نعم القذر كاين الاصوات المعتدله الاصوات اللي عندها التسامح نكمل لك انا صرينا التراويح فجاء قارئ من عائله الغامدي في السعوديه نعم هما قراء كبار فقال له واحد الامام الشيخ عاطف نحييه الشيخ عاطف خوالديه امام في باريس ناشط كثيرا دكتور يحضر الدكتوراه قال لي الشيخ عمر
اي خبطونا بكش قرايه مليح باللهجه نتاعنا. قال لي ما تنساش لازم نسمعوه. قلت له جو سوي لا. قال لي ما قبل ما يروح ختمنا بقراءه قريت له بالتيندي، يعني التيندي اللي هو الصحراوي مقام الخماسي. الخماسي ما يسمعش به. اعطينا مقطع باش نفهموه باش نعرفوه. اكيد دوك نعطيك مقطع. فهو لما جا رايح معناه يروح يصلي تراويح يكمل. قال لي انا نقعد هنا. قال لي بدي اسمعك وهذا المقام. قال لي بدي لو تجي السعوديه عندنا درسونا في الجامعات يعني. الله احنا خوتك يقول لك حرام راكم تغنوا بالقران صح ولا لا؟ ناس خفاف العقول لا يعرفون للذوق معنى. نهار الشيخ شمس الدين قالوا له قال لهم الغالب ما عندهمش القو. هاك تشوف الكلام تا واحد ما عندوش قو واش تفهم فيه؟ تشري له القو ما يتشراش. طيب له حاجه تقول هذا هو الذوق. الذوق عند سادتنا الصوفيه تعرف سيدنا الشيخ عندهم باب كبير يسمه باب الذوق. نعم. اذا كان ما ذقتش حلاوه الايمان ما تقدرش تعبد ربي، وما ذقتش حلاوه الانشاد ما تقدرش تاديه. صحيح. وما عم بينهم صوت ارواح وقول لا لا يا سي محمد. الكلام يخرج من الداخل يعبر عنه اللسان والعين تدمع لما الواحد يسمع صوت ما شاء الله حقيقة يخشع. لا يخشع لأن المؤدي راهو صادق واللي يسمع راه صدق هذا اللي راهو سمعوه أكيد راح تخشع القلوب. لو أشار لها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ألقي على بلال فإنه أندى منك صوتا منك صوتا. نزيد كلمة على عادل اسمح لي برك باش ما نروحش. عادل كي قلت بقبيلة شغل لازم بديل. نعم. عندنا مشكل في المجتمع تاعنا والله راه كرون بروبليم. ايوا تيلمو كاين انفيد ولينا نروحوا غير للغرب نروحوا غير لوكسيدون. الشيخ عادل النهار جاء عندنا العصازقه. حنا منطقه تعرفوا ماذا من قبل الشيخ؟ يا خويا علي. انا شكون اللي شكون اللي يعرف نعرف الاجابه شكون اللي ما يعرفش شكون ما يعرفش خويا عادل تعرفوا عن قرب؟ لا نعرفوا مليح نعرفوا مليح وجوز الايامات ما شاء الله. جاء عندنا العصازقه. حنا منطقه معروفه بالغنى أكيد كيما الجزائر كاع معروفة بالغنى. هايلة شغل عمة البلوى بالغنى شيخ موسى. يا الزول وبعد نجيب ننطق بالقبائلية. إذا نهار جاء عادل درنا أمسية قرآنية. شكون اللي جاء؟ جاء حمامة زكاري ياسين عمران شيخ ياسين الجزائري القراء الكبار كاع الله يبارك وجاء معاهم عادل. شكون جاء؟ جاء دكتور بلغيت. عباك خلا كلام انتما دوكا يهضروا عليها الشباب. محمد بن حضر معنا حضر معنا الضربه هذيك شوف دايره الله اعلم. كاع السلطات والشعب بالوقف يا قاعدين برا الغاشي في المسجد واقفين برا شغل صطاد وبورتو معروفين بالغنى خويا عمر. وانا على بالي. صح عادل تفنن تفنن بالقراءه وتفنن بالاناشيد. عباك بلي نساهم في الغنى. بديل. نعم خلنا ان باساج ولاو يهضروا عليه شو الله يبارك. انت ملي قال لهم الشيخ محمد بلغيط ربي يحفظه قال لهم شاب فلان شاب فلان قال لهم ماشي عادل شاب عادل شاب عادل شاب عادل طبعا وبعد ولاو دوكا ولاو يسقسيو علاش ما تجيبونا الشاب عادل. اي والله شاب عادل لازمك تدير لهم موعد ان شاء الله باسكو بديل ما لازمش نحقروا روحنا خويا عليه. راح نطرحوا سؤال ربما ايضا حول اللي كاين ماشي بديل الاصل هذا 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 الفن هذا هو الاصل الاصل فوالا هذا هو الاصل الاخر اللي بديل الاخر اللي جاي رون بلاصي الاصل سبحان الله. استاذ شلبي المقطع اللي تاع والله بالك انا كثرت عليكم شويه. لا 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 معليش خويا عمر حنا شوف حنا نخدم بك انا ما علي. ايوا حنا والشيخ خلاص قدام حنا نسكتوا علاش حنا ساكتين هضرنا بزاف ونجيكم حنا مالين دار انتم اللي تهضروا لي ما نحتاجكم تهضروا نحتاجكم انا علي وراه كاري عندي كاري كاري البيرو هذا تاع اسمه تاع هو علاش سالني على ليله العفو. ايوا سامعوا انا عجبتني كي قال لي قطع المثال هذاك عجبني جات الخيالات تاعي قطعوا الشك. والله اليوم كرينا اليوم نهاركم الشيخ عمر والشيخ عادل على دين رانا ساكتين نسمعوا لكم ان شاء الله. شيخ كتاب الله يبارك تفضل مزامير داوود قصائد في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم لكي يراه المشاهدون الكرام. هذا كتاب اهدي لي من صديق عزيز على قلبي توفاه الله ربي يرحمه فمزامير داوود قصائد في مدح الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام. في هذا الباب باب قصدت باب الرضا الرضا وهي شعراء يختلفون في كلمة قصدت وأحد يقول طرقت وأنا أفضل أنه طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا وإحنا رانا في هذا الوباء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا بهذه الأبيات إن شاء الله. هذا الطبع اللي هو الخماسي كما قال خويا لا إلا الله
قصدت باب الرجاء طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا وبت أشكو عفوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد وقلت يا يا من عليه يا من عليه لكشف الضر أعتمد أشكو هموما أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام. بارك الله فيك. عليه الصلاة والسلام. الله يبارك فيك إن شاء الله. هذه كوني غنيها في السنغال يا عادل. هذه كون يغنيها بالسنغال ونقول لك خطفوك ويزوجوك ومشوي الجزائر الله يخطفوك معليش كيما بروبوزو كيما اقترحوا الفليك السنغال خونا ابو نجاح ما يقدرش يروح انت روح وي السنغال ورتها ما ورتنا في الدقائق الاولين هذاك ما يروحش الاخرى يعني في مارس كنت تماك المهرجان طبعه طبعه التاسعه الله اعلم الله غير هبلوني يعني قال لك ربحت هنا قال لك الله غالب واش دعبوه قلت لهم هذاك هدف جا من عند ربي سبحانه الهدف هذاك جا لقيت هذا نذكر خويا الجميع والشيخ الفنان ويعرف وهو هذا المقام يجتمع في حوالي 10 دول شوف هذا الطبعه هذا عندنا السودان وان قسمت سياسيا وانما نغميه لم تقسم على بالك المؤذن تاعهم المغني تاعهم صحيح الا في هذا المقام يعجبني الاذان تاعه بهذه الطبعه هذه وركز معي هذا الكلام يعني السودان وعندها طقطوقه نتاع الصين كي تسمع صحيح موجود فيها صحيح وكاين حتى بالجوار جنوب شرق اسيا عموما عندنا هذا كم من بلد عندنا جابون وعندنا كذلك عندنا اللي غنى فيها سامي يوسف الهند موجود فيها عندنا صحراء الجزائر عندنا غينيا وكينيا وهذو المجاورين تاعنا يعني طبع عالمي تقريبا تقول اكثر من 10 دول يجتمعون في مقام اللي هو هذا الطبع الخماسي اللي موش سهل على غير الطبوع الجزائريه اليوم الان المقرا يقلد السديس الشريم صح ولا لا روح انت مشتقي قلد ذاك البوليدي الشيخ البوليدي نتاع البليده نتاعنا الشيخ برينيس شيخ الله حفظه الله سي محمد نعم طبعا على ذكر الاذان عندك اغنيه جينيريك او انشاد فرسان جينيريك فرسان الاذان انشاد جميل جدا 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 يعجبني بزاف انا نشوفوا المقطع برنامج جميل وصوت جميل ايضا بثوه زملاء في الشروق طبعا الكلمات والالحان تاعك الشيخ احنا انا ولا تبخسوا الناس اشياء أنا عندي علاقة طيبة وطيدة وهو الذي أظهرني في التلفاز لأول مرة من حي الشيخ سليمان بخليلي نحييه فلولاه ربما ما يعرفوش الجمهور يعني حقيقة رجل كريم وربي يحفظه هو والعائلة نتاعو قال لي دير لنا حاجة
لان انا كنت مؤطر فرسان الاذان طبعا معلم مكون. قلت له انت علاش دير الافاسي كل عام؟ هذا هو الدليل يعني موجود. احنا كي تجينا حاجه من برا ديما نرحبوا بها. قلت له اللي راه معاك يكتب لك وتدخل تشبه. قلت له انا نعرف الاذان هو حجاز معروف. قلت له نديروه على شكل نهاوند كرد حجاز. فانا كتبت شوي وعاوني الشيخ سليمان هو الذي زاد على الشروق وينادي. طبعا هو اعلامي طبعًا ويعرف طبعًا. انا ما كانش عندي الفكره باش يربطوا بالقناه اللي يبث فيها. بارك الله فيك. فلو كانت على البلاد لقلنا على البلاد ينادي مثلا لان احنا القنوات هذه كلها راهم احبابنا وخوتنا وعيطوا لنا في الحياه رحنا عيطوا لنا في البلاد صح ولا استاذ؟ طبعا كي فمرحبا كنا في نفس اليوم مع قناه القران الكريم فالجزائر هذه كنت نادينا نلبوا. فقلت له ولكن التلحين كان في مخيلتي. أنا قلت من وحي الألحان الذين سمعناهم من منشدين ومؤذنين جاءت فكرة فرسان الأذان. ولهذا ما تقدرش أنت تبني حاجة ما عندك لبنة، عندك لبنة وبعد تبني عليها 10 حيوط ولا أذنين ولا. فقلت أنا من وحي ما سمعت من مقامات وأذان جاءت من صبا، أي صبا مقام الصبا الحزين طبعا، أي من صبا الألحان الجميلة جاءت فكرة فرسان. قبل الحديث حول موضوع الأذان ويعني وطريقة أداء هذا الأذان راح نتحدث عليه لكن بعد الفاصل، لكن قبل الفاصل الشيخ عمر شلبي يريد تقدم لنا مقطع الأول من الأذان الله أكبر بعدة مقامات. الله أكبر يعني أعطينا اسم المقام والأداء باش نحتفظوا به. الله يقدرنا إن شاء الله. أمين. أنا ندير تحية للشيخ ثاني راني نتعلم عنده الشيخ فؤاد ومان او جاء عندك الله يبارك جاهو استاذ سليمان بخليلي في نفس الحصه، حصه جميله جدا استاذي في آلة العود وفنان ومحترم جدا وراقي. ونزيد نقول لك حاجه على الفنان هذا والله يتزاير ما عرفت قيمته. اسمحوا لي بهذه العباره تصدقني معليش نقول تصدقني والله يتزاير العباره هذه. انا لما رحنا غادرنا القناه رحت معاه في نفس السياره قلت له نفس الجمله ولا غير نفس الجمله. تحيه ليه الاستاذ فؤاد. الشيخ موسيقار هذا الرجل موسيقار حتى استاذ استاذ خامة صوتي ما تكلمش على خامة الصوت كان يسموه عبد الحليم تاع الجزائر طبعا. ولكن هو غناؤه دائما في صلب الموضوع يعني محترف ما 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 مكون يعتبر حاجه كبيره. واش نقول احنا يعني كل يوم راني نعيط له قبل من الاذان نقول له راح ندير لايف عود نخاف هذا سيكا ولا سيكا بلدي. والله العظيم الله يبارك الانسان ما يقولش انا خبير معنا وصلت الشيخ موسى. نعم. هذا مشكل انا اليوم أكيد. ان الانسان تعلمت صافي راني فور لا حاشا احنا رانا دائما في طريق وتعلم فوق كل ذي علم. بارك الله فيك سيدنا يوسف واش طال ربي سبحانه قال اللهم زدني اللهم زدنا علما. ولهذا احنا كنأذنوا على طريق الشيخ البوليدي يسمى زيدان. الله أكبر الله أكبر أكمل أكمل أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. الآن راح المزمومة تشوف لأن هناك علاقة بين الحجاز المشرقي واللي هو ومع العجم. الآن عندنا علاقة بين الزيدان مزيج مع 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 المزموم شيء عجيب. لا لابد أود أنت تأذن تقول أشهد أن محمد غيرنا الطبع رسول أشهد أن محمد رسول الله هذا الغريب الجميل أحب لقى الأحباب في كل ساعة لأن لقى الأحباب
فيه المنافع. شفت الجمال يعني؟ مومو تكمل هكذا ما نعطيكش الفاصل، لا تبقى تدبر راسك. قبل ما نروح الفاصل أذان كامل مع بعض ثنائي. رانا فيها، رانا فيها خيرنا مقام يعني مقام. احنا على بالك احنا كنت خدمنا أذان كامل، مقام واحد. يلا قبل الفاصل كان اتفاقنا في الأول واش قالوا في رمضان. قلت أنا جيت سقسيت قلت لك واش حنقولوا، قلت لي يلا قول. خير الشيخ وتلميذ المجتهد. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، شوف الأذان احنا نستعمل قرار وجواب جميلة. حي على الفلاح وورا، شوف وين راح. حي حي أعد حي حي على الفلاح، حي على الفلاح، ختامي إن شاء الله. طبعا رفقة ضيوفنا الكرام اليوم أستاذ عمر شلبي خبير المقامات، أهلا بك أستاذ، وأيضا بارك الله تلميذ النجيب راهو قريب إن شاء الله يلتحق بالأستاذية، الأستاذ عادل حند المنشد، مرحبا بك عادل مرات أخرى. وأيضا معنا الشيخ موسى عزوني طبعا مول بيرو عليش اللي راهو يستنى في الكرة تاعو، وأيضا معنا الشيخ أرزقي حاج سعيد، مرحبا بك. أكيفك ربي الخير علي. أمين. طبعا اليوم ربما كنا قبل الفاصل نستمع لهذا الأذان بالصورة الجميلة. الحديث حول الأذان ربما الشيخ عمر شلبي. الأذان اللي تسمعوا عموما بصورة عامة في الشوارع الجزائرية في الحومات الجزائرية وش رأيك فيه؟ والله الأذان هو يعني هو هل هو يستوفي المعايير؟ لا لا يستوفي المعايير، وإنما من جانب تغني قليل من يتقن. يعني راك تعرف حنا ملي كنا من الاستقلال لهنا انا نشفى جدي الحاج عمر سنجاق ابو امي، يعني الرجل كان في وقت الارهاب تقول له جده تقول له اليوم يقتلوك ما تروحش الحاج، بصح يروح ما كان فيه لا مقامات لم يحزنون. تكلم على الناس اللي كانوا محافظين على الاذان، هذو الناس اللي ما لازمش نسوهم. الشيخ موسى ناهيك عن مقام واداء صحيح،
انت وجد لي اليوم شاب عنده صوت وكذا ويأذن لك كل الأوقات. يلتزم هذا شيء آخر. ولكن احنا في وزارة شؤون دينية منهم موظفون وراح در مسابقة در مؤذن. أنا مؤذن، أنا العملي مؤذن مكلف بالتعليم في وزارة شؤون دينية. طيب. أعمل في مسجد كمؤذن، صح أنا مانيش مؤذن اليوم، أنا مكون المؤذنين. معناه كم بقيت مؤذن في داري، قال لي ودي أنا مؤذن وقاعد. اليوم لما تشوفني في الشروق أو في البلاد أو في قنوات تلفزيونية نعلم الأداء فهو اجتهاد شخصي. أنا من ذهبت إلى الموسيقيين نتعلم عندهم، نشوف نسلموا على رجل اللي علمنا مش على راسه برك. الأدب والأخلاق علمتنا هكذا. اليوم بعض الأذان تسمحهم لا غالب هذيك خبستهم ما عندك مثل، ولكن نقول لهم باللي كما واحد سمعته وأنا في فرسان الأذان ما نسميلكش البلاصة ولا الزمان ولا المكان، على بالك الصوت فيه ترعيد لا يجوز شرعا يعني. حتى الأخطاء شيخ، والأخطاء ما تهدرش. على بالك في جهة شرقية ما نذكروش واحد الإمام قال يا روح تسمع هذا المؤذن فحنا على الصلاة. حنا ماهيش مين بحية يعني. صحيح. حنا ولا الحنة اللي يلعبوا بيانا العيد يعني. صحيح. حية من النداء من تعالى. صحيح. كيلي يقول أكبر، وهنا تغيير المعنى. صحيح. يقال أنه إله في الجاهلية. صحيح. أكبر. صحيح. وعلم تقول أكبر وتقول بار أجلكم الله تولي حاجة واحدة أخرى. صحيح. معنى واحد أخر غريب. فأنت في الجامعة تقول أكبر، فالأخطاء هذه غير مسموح بها. على اللجنة اللي تقام في شؤون دينية أن تقوم هذا. قال أنا ما استحقش منك صوت ولازم تكون الشيخ عادل. لا غير الشيخ عادل يجتهد. وعبك كان وين تسمع مؤذن أنت في الطريق تحسبه في عمره 70 سنة. كي تروح الجامعة تلقى 20 سنة. يا راجل أنت مازلك صغير روح تعلم. صحيح. شفت أنت واحد نايم 20 سنة يتعلم، مازلوا 20 سنة قدامه مازال راقد يعني. شوفوا عادل الأذان، وش رأيك في الأذان اللي تسمعوه؟ والله الأذان شيخ للأسف الشديد نادرا ما تسمع أذان يعني كما يقول لك بالمقاييس محترم بالمعايير. فحبيت نحكي له واحد التجربة مرة لما زرت تركيا اسطنبول. يعني وصلت في الليل متأخر وبعدين نمت شوية يعني تعب سفر. وصل أذان الفجر، أنا كنت راقد يعني من قوة الأذانات جميلة جميلة رائعة. عم بالي النوم يعني أول مرة زرت. فجاء يعني الأذانات كلها رائعة، تسمع أذان ينسك في أذان. فمدى بينا نحن كذلك نأخذ بتجربة هذه التجربة الإيجابية. هناك في 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 في, في تركيا المؤذن لا يؤذن إلا وكان يعني الشرط من شروط أن الصوت يكون حسن ويدير دورة في المقامات، يتعلم كيفاش يأذن باش يجلب الناس. هذه طريقة، شوف خويا علي، هذه طريقة من طرق تسويق الإسلام. فحتى لما السياح يجوا كيسمعوا الأذان شباب يقول لك هذا دين يعني دين شباب. كان يقول لك باللي المهم المعاني، المهم المعاني الصوت هذا كل واحد. على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في تركيا كان يدخلوا في الإسلام بالأذان. أكيد بالأذان. كما الحكاية اللي حكاها لنا الشيخ رياض الجزائري. لا. لما هذاك الشاب اللي كان رايح يتناول المخدرات سمعت الأذان رمى المخدرات لأنه صوته أثر فيه. النبي صلى الله عليه وسلم رشح بلال. لماذا رشحه؟ لأنه أندى صوتا. هذه حاجة كبيرة اللي تعلمها النبي صلى الله عليه وسلم. فالنداء ندية الصوت هذه لازم تكون شرط من شروط باش الإنسان يأذن، باش يحبب للناس لما يسمعوا الأذان. الأذان هو شنو؟ الأذان هو أبيل على بريير، يعني منادات للصلاة. ثم باش تعيط للناس تعيط لهم بطريقة تجذبهم. يعني أخويا هذا اللي قال الأستاذ علي، قال باللي المهم الكلام يتقال، المهم الأداء كما قال الإتقان، لكن الصوت مطلوب الإحسان. صحيح. احنا عندنا الدين علمنا إن الله كتب الإحسان في كل شيء. نعم. تخيل أنت الذبيحة، علاش يذكر الإحسان؟ إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. يا أخي راح نذبحها، وش دخل الإحسان فيك؟ لا، إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، ماشي مساكر، ماشي حرب ضد الله. وليوحد أحدكم شفرته. عمر بن الخطاب رأى رجلا يجر شاة جرا عنيفا يريد ذبحها، قال يا هذا خذها برفق، خذها إلى الموت أخذا جميلا. طيب الطلاق وش رايك فيه؟ الطلاق هو حالة انفصال، خلاص انتهت الحياة. صح. وربي قال ولا تنسوا الفضل بينكم، ولكن واش قال؟ وصفه بالإحسان. طبعا فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. ما شاء الله. يعني الإحسان حتى احنا واش يصرف الطلاق؟ صرا حرب عالمية، الأخوال يتكارهوا، العموم يتكارهوا، ويروحوا الذراري في الوسط. وليش ما تكونش الاتفاق بالإحسان؟ أنا جبت مثالي، فمن باب أولى لما نحكو على شعار الإسلام
أنه لابد أن يختار له أحسن الأصوات. صحيح. طبعا الحديث ربما عن أهم شيء ربما يحفظ العلاقات، سواء علاقات زوجية أو عائلية أو غيرها من العلاقات، هو الشكر. إنسان لما يؤدي مهمة معينة الإنسان يشكره، هذا الشيء ربما عنده أهمية خاصة خصوصا خلال شهر رمضان المبارك، أين النساء الجزائريات والنساء المسلمات وجميع النساء في العالم قاموا بمجهودات كبيرة وقاموا بشيء كبير خصوصا في هذا الشهر الفضيل، ظروف الحجر الصحي وظروف الخاصة خلال هذا الشهر الفضيل، وأعدوا ما أعدوه في وجبات الإفطار والسحور. طبعا كل الشكر وكل التحية لنساء الجزائريات، للزوجات، للأمهات، للأخوات، للبنات. طبعا شيخ موسى ربما أنت في كان يجوز يعني الورقة تاع زميل أسماء رابحي، ذكرتنا لما المرة اللي فاتت لما ذكرت المرأة ودور المرأة وتعب المرأة خلال شهر رمضان، قلت إنه الزوجة الكريمة زادت الجهة التلفزيون، يعني ركز لي على هذه النقطة. والله غير من يومها وانا نوض هنا للسحور وانا اللي وليت ندخل المطبخ هذا نجيب ونتعاونوا على كل شيء. حاب هذا الكلام هذاك انا جبتها لروحي. استقامت لغاليه. علاش؟ استقامت لغاليه. علاش؟ طبعا موضوع شكر المراه شيخ رزقي. خويا علي واحد الخطره درت محاضره في 8 مارس. هضرت على حق المرأة والأم. راك تنافس في الشاب يزيد هنايا. أنا نقول ماشي. احنا إن شاء الله رانا نمثلوا في الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم. كنت نمد صافي العلاقة اللي تكون بين الرجل والمرأة. شوف الدليل في آية الصيام. وين جاهن لباس لكم وأنتم لباس لهن. واش عندها علاقة في الصيام في آية الصيام. هكذا. هضرت على واش قلت لهم؟ قلت لهم اسمعوا مليح والله غير تاخذوا رايي ما تلحقوش واش قلت لكم لرجالكم. سينو رجال كاع يعاديوني. واش معناتها؟ حنا يتهمونا بلي حقروا المراه كمسلمين. ولكن حنا ما فهمناش ديننا. اونفير نو فام. حنا ما فهمناش الدين. علاش مش وصل الرسول صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع؟ الرجل. وصل النساء. لو ميور دو فو سي سولوي كي برون سوان دو سا فام. مخير ديك وين دويني تهلل في الطوثيس. حنا كي نهضروا على المراه شغل سيت اون فيبلاس نو سيت اون فورس. كيفاش ما ترجعش الجميل للمراه اللي تهلط فينا في رمضان اللي تعبت علينا؟ بالك حنا راكدين هي توجد سحور، حنا برا هي راهي توجد الفطور، حنا في التلفزيون هي راهي تغسل في الدوزان. كأم كأخت كبنت أم كنت ترى الشكر يثم الطوطي كاع زر فلانة. بالك نكونين قال له تروح تخدم السحور، بالك نكونين تقصير انت تروح تسب، نكونين تخزر التلفزيون انت تسار الدوزان. هذا صافي الشكر والعرفان يثم الطوطه كيا النبي صلى الله عليه وسلم. واش سبحان الله كون راه الحب كثر من هذا الحب للرسول. قال لهم احب النساء الي عائشه افيك فيرتي فيرتي. قالوا بلي نحب عائشه وعلاه؟ هذا رد الجميل للمراه. صافي دير سيتون ريكونيسونس صافي دير ستارف سمطو ماشي للعبد سير سمطو فيك ستارف غيس ماشي للعبد سير يما سينيك ستارف غيس ما يما. ولينا نحشموا نقولوا هذه الزوجه تاع زوجه تاعي تي دوا ترفيال المراه ربات الاجيال راهي صافي. شفتوا في هذا رمضان شوف الكونفينمون هذا الوباء هذا التعب لا بريسيون تاع الدار. سيب المراه تبتسم وصبره وتوجد الماك الاطباء النساء اللي راهم في الانجاب اطباء على المناسبه هذه المراه ممرضات اللي جهدت اللي بتنفستها هي والجاني تاعها بودي رحمها الله. سبحان الله هذه تضحيه على جالنا احنا. هاد النساء اللي كانوا في الصف الاول صافي دير احنا لازم نرجو الجميل ونستعرفوا بالمراه ونستعرف السمطوط وبارك الله. استاذ شلبي كلمه في الموضوع. طبعا والله يا اخويا العزيز انا زوج مواضيع ما نقدرش نتكلم فيهم بصراحه، يعني الدمعه تغلبني وعلى بالي بلي الشيخ موسى يوافقني. الأم هذه ولا المرأة شي عزيز في بلادنا. وهذو الناس اللي راهم ضحاوا من أجل باش نعيشوا، على بالك ضحاوا باش نعيشوا، هذه تكفي. هذو يمثلوا المجاهدين اللي ضحاوا في الثورة بنعيشوا احنا. صحيح. بغض النظر مرة دايرة حجاب، أخينا، هذه ما عندهاش علاقة. هذه مرة راهي خلت ولادها. أنا نعرف واحد السيدة نحييها في البليدة، كان تقرأ عندي في الانترنت القرآن الشيخ. زوجها اللي توفى طاح الطائرة في 2012 الله أكبر، هاي في البوليدة رحمة الله عليه، راهي تجاهد اليوم. قالت لي لازم نبدل قشي في برا ونجري، هذا جهاد كبير. حييها والله يرحم زوجها والله ربي يعطيهم القوة إن شاء الله. الأم هذه شيء عزيز. احنا نحيي أم يما يعني الحاجة الضوية
وابي وزوجه عبك زوجه تاعي في رمضان كانت مريضه كثير انا حوالي طيبت يومين انا والله العظيم انا موجود طبق بعد نوريه لكم ماشي للجميع كيف اخويا عادل يدير لكم كذا هذاك هذاك وريه الفارس انا وتوريه خطينا ايوا لا راه يسمع فينا فارس هاولي شوف فارس هو ولهذا موش عيب باش الانسان يعاون زوجته يعاون يعاون هذا هذا خط احمر ربي ان شاء الله يرضى علينا والدينا امين يا رب الله يسمح لي الله ينورك هذا عهد والله غير عهد الزوجه تاعي الام تاعي على كل حال متوفيه رحمها الله واش نتكلم على الام تاعي نترحم عليها برك وبابا في الحياه ربي طول العمر ولكن الشكر للاهل تاعي الزوجه تاعي اللي كانت سبه تاعي باش لحقت لهذه الدرجه الله اكبر لكي تصمطوتي ويقلان دلوريجين باش بدا غير الدرجه هي طبعا هذا هو واش نقول ما شاء الله عدل اعطينا كلمه في الله ان شاء الله للزوجه ولكل الزوجات وكل الامهات أمي العزيزة إن شاء الله ربي يتقبل منهم هذه الجهود يعني جهود جبارة حقيقة خاصة في رمضان ومع الضغط تاع هذه الجائحة إن شاء الله ربي يجعلها في ميزان الحسنات وربي اللي يجازيهم طبعا عاد ربما كاين واحد القضية قضية مهمة جدا في قضية الإنشاد هناك من كانوا يؤدون الأغاني مثلا أغاني الراي أسماء ثم تحولت إلى الإنشاد وش رأيك في هذه الظاهرة؟ يعني وش تقصد اللحن اللحن تاع راي لا لا قصدي هم كانوا كاشخاص كمؤدين كمغنيين كانوا في الماضي مغنيين الان تحولوا الى منشدين مثلا 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 الشاب جلول الشاب جلول طبعا والله احنا محمد لامين على ما اعتقد ايضا اسمه الانشاد حاجه تفرح حاجه تفرح كما الشاب جلول انا تمنيت لو بقى اسمه الشاب جلول شكون اقرب تمنيت لو هو قال لك منشد لاني خلاص بدلت يعني عندنا احنا خاصه الجزائريين عندنا مشكل مع التسميات والشكليات الاسماء فالانسان شوف الرساله الصح الصح في الرساله هو المضمون ما يهمش الا التسميات منشد فنان مغني سمي روحك كما شئت المهم تكون عندك رساله تقدمها للناس المهم المهم تكون يعني عندك كما يقول لك اراده من القلب باش باش الرساله تاعك توصل لقلوب الناس اللي كتستهدفها فهمني فالاخ جلول ولا الشاب جلول حاجه مليحه انه بقى بقى يغني بالطبع تاعو بالطبع وهراني وهراني فهذا حاجه حاجه مليحه ماذا بينا كل واحد في 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 منطقتي يغني بالطبع تاعو كما يقول لك خاطب الناس على حسب عقولهم خاطب الناس على حسب الانفيرونمون تأييد لك خويا عادل بالمناسبه نوجه له تحيه انا اعرفه شخصيا سان حبيبي وسلم عليه توحشنا عندنا مده ما شفناش من بين الحوار اللي دار بيني وبينه في مناسبه قلت له يا أخ جلول قلت له أنت كتب لك الله سبحانه وتعالى توبة ما شاء الله واليوم رك معروف قلت له إياك أن تقفل تليفونك على كل من كان يغني معك الله أمين لا تجلس على طاولة حمراء كما كنت ولكن تليفونك يفتح على الجميع ولا بد أنت مثل ما حكى خونا عادل الله الله الإسلام لم يأتي من أجل أن يسحبك من المجتمع بالعكس لا بد أن تبقى مع المجتمع لكن دائما لنا أعمالنا ولكم أعمالكم كاين واحد التمايز هكذا على مستوى الأصول على مستوى الأصول فنحييه ونحيي كل الإخوة كل الإخوة حسب اللي عندك كلام في الموضوع تفضل والله أنا بلا ما تقول تفضل راح ندخل ما قاعد المشكلة تفضل يا خويا عمر الحصة ديالك الحصة اللي فات كانت تاع الرياض الجزائري الأولانية كان تاعي وتاع الشيخ موسى تم زهر وتري عكاك الشيخ موسى الشيخ موسى لا قاصبع شو قال اسمح لي راكم راكم اهل البيت راكم اهل البيت الشيخ موسى الشيخ موسى اصلا نديرو هو ارجي ارجي قبل تفاك كاين حاجه ندم عليها الشيخ موسى هو اليوم نقولها شنو جاز عندنا في المنطقة القبائل زاوية سيدي عبد الرحمن قال لك حاجة اللي ندمت عليها كما تعلمت القبائلية صحيح صحيح هو يقولها مازال الحال مازال الحال ندخلوا دروس خصوصية عن شيخ ندمهم يحفظ الله أول حبيت القول اليوم حنا حصة تاع خويا عمر تفضل 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 أنا ذكروني وش راح نتفضل أنا كي هضرت قضية المغنيين اللي تحولوا إلى منشدين والله وش نقول لك هو شيء مفرح جدا أنا لما تلاقيت بالمنشد جلول حوالي كانت 12 إلى ربع تاع الليل عرفني به المنشد نحيو نقول له صح رمضانك المنشد والمقرئ محمد بوشامة وقارئ ياسين شرف الدين وخويا جلول تلاقيت به مؤخرا في مكة المكرمة ودرت معه حصة ورانا نوجده في واحد البرنامج اسمه أسجد واقترب الله يبارك مع أخ محمد المخرج ولكن مع من يتعامل الله أعلم على بالك المنشد جلول هارب بزاف
انسان هارب في مخه يعني موسيقيا وكذا. قلت له الشيخ جلول، قلت له نعطيك معلومه، قلت له علاش دخلت في الانشاد ونحيت الموسيقى؟ انا اللي قلت له، قلت له على الموسيقى ماهيش حرام، قلت له قلت له بالعكس ما تخليش هذاك الصخب الموسيقي اللي روك وكذا، وانما اعطيها كما الشعبي نتاعنا، اعطيها كما مسعودي الله يرحمه، اعطيها كما درياس الله ربي يحفظ، اعطيها كما تاع البليده نتاعكم الشيخ عبد الرحمن عزيز، اعطيها لمسه تاع نتاع خليفه احمد رحمه الله. ليس كل الغناء كما قال الاستاذ كنا نتكلموا، ليس كله حرام. ولهذا قلت له انت راك انت تحولت من هذا الى هذا، قلت له الشيء اللي كنت فيه ما يرضاه لا نبينا لا ربي لا العربي، وانما ما لازمش كما قلت انت تقطع الناس بالعلاقه. انا اليوم نقول ربي يهدي اكبر مغني في العالم، ربي يهدي الاسلام. الله واش نربحوا في السعوديه؟ تلقيت بجماعه انت تعرفهم الدعوه والتبليغ من احسن الجماعات ادبا في العالم، ولا لا توافقني الشيخ؟ الدعوه والتبليغ يدعونا الى الله. طيبين الخروج طيبين. التقي درت مع واحد برنامج قلت له اتشتاقوا الى رسول الله، انفجر بالبكاء، تقول امه ماتت. صحيح صحيح صحيح. بك عندهم حب للرسول وما عندهمش حب الظهور الذي يقسم الظهور، ما يحبوش يبانوا بالسيف. قلت له خويا عادل، قلت له تكون معنا في هذا البرنامج؟ قال لي ليس تجاريا. قلت له اعوذ بالله، قلت له احنا رانا تاع ربي باغيين كش ما نبينوا الاسلام في اوروبا الله. وسجلنا ما سجلنا. قلت له اتشتاقوا الى رسول الله؟ انفجر بالبكاء يا شيخ. نعم. ناس يحبوا الله، ناس عندهم حب لله، مع التجارة هذه راه بعيدة عليها. شيخ على ذكر شيء بشيء يذكر. نعم. كات ستيفنز اللي هو يوسف إسلام. يوسف إسلام. التقيته في 2003 في شيكاغو. ما رأيت إنسانا متواضعا أشد منه. نعم. هذا الرجل كان إذا غنى يرفع بالهليكوبتر في بريطانيا الله من الملعب، لا يستطيع الخروج من شهرته. في آخر ظهور له في المسرح غنى أغنية بعنوان It's time to change، وقت تغيير. حان وقت التغيير. فأبكى الجميع لكن انقطع نهائيا الله. فبعد مدة بدأ هذا الفكر هذا يتلقى بعض إخواننا. أنا التقيت بسي محمد أبو راتب والمنشدين الكبار هذا وعماد رامي وكذا، وحكينا على الأمور هذه بأنه يا إخواننا كل ميسر لما خلق له يعني. فإذا به يعود بعد ذلك ويجلس في نفس القاعة ويجول البريطانيين غير المسلمين والمسلمين ويخرج المنشط يقول الفنان اليوم الذي سيغني It's time to change هو يوسف إسلام مش كات ستيفنز. فأبكى الحاضرين جميعا. ما الفرق؟ الفرق نعم. أنه غناها لما كان في جاهليته غناها في أنا بغيت نقول كلمة غير صغيرة اسمح لي أخوي عادل. هو دعوة التبليغ لما تلقت بهم قال لي الشيخ عمر علاش تدعو على الكفار في المساجد؟ شوف الكلام هذا، قال علاش تدعوا اليهود؟ واش دير لكم اليهود؟ هل راهم جارك يهودي كش ما خدم لك يعني؟ قال اذا كان دعوتم على الغاصبين الفلسطين فهم ثله. قال لي احنا كش ما نربحوا لما واحد يدخل النار؟ لا بكيت انا. النبي صلى الله عليه وسلم لما راى يهودي وقف قال قال لقد نفس فرت مني الى جهنم، نفس راحت مني يعني. الرسول قال هذا الكلام. طفيل بن عمرو الدوسي في قبيله الدوس دعا قومه ما استجاب حتى ما استجاب حتى واحد، فراح للنبي صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري قال ادعوا عليهم يا رسول الله، فرفع النبي يده قال الراوي فقلنا هلكت دوس خلاص، قال اللهم اهدي دوسا واتي بهم. صحيح. عقد البخاري باب في صحيحه قال باب الدعاء للمشركين ان يتألفهم. الله وادعو الله. الاخوة المشاهدين العودة الى البخاري، عقد البخاري بابا في صحيحه سماه باب الدعاء مش عالة للمشركين الله أكبر أن يتألفهم. عادل لا حبيت نكمل وش كان يقولوا الأفاضل على الجزئية هذه تاع الإيجابية تاع الإنسان الله. سواء كان إعلامي فنان داعية في أي ما في أي منبر إن كان فيه لابد أن يكون إيجابي ويحتوي الناس. صحيح. ما لازمش تعادي الناس، ما لازمش تدعيهم كما يقول لك بشروا ولا تنفروا. كما يقول لك كاين واحد المثل الله أعلم صيني، بدل أن تسب الظلام فأوقد شمعة. صحيح. يعني في بلاصة ما تشوف أنت الظلام تبقى تسب في الظلام، رانا في ظلام في ظلام، روح سي اشعل لو كان ظلاميت ظلاميت شعلها ضوي على الناس. نوال يا عادل اسمح لي مليحة، أين الدنيا ذاك كثر عرفت سيدي ناس قبايلي. وين الدنيا وقل مثلا عمر ذا اللي راك الشيخ أباك موضوع مهم. صحيح. سي ان بروبليم دو سوسيتي اكتويلمون هذا المشكل تاع القنطة. مشكل عويص وكبير جدا جدا. شوف شوف مادام ندخل في السؤال تاع خويا علي. شوفوا واش قال تاع عائشة الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الليلة المباركة. اللهم إنك تحب العفو فاعف عنا. تحب عفوا تحمل تسمح. ورب العالمين شو قال القرآن؟ قل للذين كفروا
إن ينتهوا يغفر لهم ما يغفر لهم ما قد سلف. لا إله إلا الله. قينا سلي وذي كفرا أمرد غنى الوفريدة سنسبح غيني عدال مادام دليل تاع السماح تاع العفو. علاش حبينا ناس تدخل جهنم؟ علاه؟ علاه حبينا ناس يدخلوا جهنم؟ ما فهمتش أنا هاد المسلمين هاد لي ميزيرمون مش الله مرادي نفغي الغشاش من الجهنم. نهضروا على لي شونتور على المطربين على الفنانين عندهم فطرة تاع الدين. أقلا جو كوني لي شونتور دي كرون شونتور جلي كوتو راني نخالطهم. ما كاش لي قال لي ما أنا مش بربي، ما كاش لي قال لي ما أنا مش بالنبي صلى الله عليه وسلم. يجي واحد يدعي عليهم بالشر. حبينا الناس تدخل جهنم فهاد الليلة المباركة. لا إله إلا الله. سي با بوسيبل. ما جاش هاد الدين. فبما رحمة من الله لنت لهم لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لا إله إلا الله. فاغفر لهم واستغفر وعفو عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. احنا ما لازمش ندعيو على الناس، لازم ندعيو الناس. سمعوا مليح هذه اللغة، ما ندعيوش على الناس، لازم ندعيو الناس ونفعل في الغاشية إلا كان ندعو الغاشية. احنا شكون ونفغى نفغى نشوف وإلا قال نفغوا نبدلنا نشم نرجع لما ماذا بينا ناس تدخل الجنة عيسى واش قال ربي إن تعذبهم إنهم عبادك إنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. أمين أمين يا رب. هكذا قال الخليل احترم هذا 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 الانفعال يعني اللي راه في وقته. لا هو التأثير ونحترم هذه الدموع في الشيخ أرزقي طبعا هي دموع صادقة ونحسبها كذلك طبعا. ربما قبل أيام فقدت الأمة قارئا كبيرا محمد محمود الطبلاوي رحمه الله طبعا. لنستمع إلى هذا المقطع لهذا القارئ المصري المسلم الكبير. طبعا كانت هذه تلاوة عطرة من الشيخ محمد محمود الطبلاوي. طبعا ربما كانت هناك في الصورة اسم آخر لكن لو ظهرت فهي ليست كذلك. طبعا شيخ شلبي ربما نحن كمستمعين أعجبتنا كثيرا أحسسنا بعمقها بأذن المختص والخبير في هذه. الله يا شيخ نترحم على الشيخ محمود طبلاوي. هذا صوت من السماء. هناك أصوات خالدة لا يمكن لأي أحد أن يقلدها. قلد ما شئت. هناك أصوات طفرات فلتات فلتات تأتي شتى على كل رأس 100 سنة من يجدد لكم دينكم. على كل رأس 100 سنة يخرج واحد اللي حبة نمرك ما يقدر يقلده حتى واحد. شوف كين أصوات قريبة للتقليد. الشيخ عبد الباسط عبد الصمد هناك من يقلده اسمه الشيخ السويسي قبل ما يكون رياض جزائري قبل سويسي مصري. كان على بالك لما تسمع أنت يا سديس شريم أصوات عادية. لما تسمع الكبار الحذيفي هناك قلدوه كثير. روح قلد أنت الطبلاوي في صوته. روح كان أصوات خالدة وهو راك تشوف عنده واحد كنا نتناقش عليها عنده واحد الرنة تاع بكاء صوت أبح يلامس ويشغف يلامس يغاف الروح وكأنك أنت راك عايش مع القرآن. الشيخ موسى واش قال لي؟ قال لي أنت تعذر كم يأثرش فيها لان هذا هو القوة هذا هو الذوق. ما كاش ذوق. هذا راجل موش يؤدي باش يخلصوه يقرا يخلص الله. هذا راه يؤدي خوف من الله. الله اكبر. يعني استاذ شلبي شكون هو القارئ رقم واحد يعني تفضله المفضل لديه؟ انا نحكي على روحي نقول لك انا هو رقم واحد. هاك تعرف روحه يشكر روحه يعني. لا لا قصدي من غيرك. لا انا نقصر برك. شوف انا ابني الاكبر سميته عبد الباسط عبد الصمد. بينما يعني اصوات نحكي لك على بالك باللي كان يسمع لأم كلثوم خلسة الشيخ عبد الباسط وعنده الآن في اليوتيوب. قالت له أنت تسمع الغناء؟ قال دي ستي أم كلثوم يا بنتي. طبعا كاين المقطع هذا شهير جدا. احنا في الجزائر هذه كاين معوقات. ما كاينش معوق اللي ما يمشيش على رجله. معوق الفكر والذهن. لما تحكي له على موسيقى عربية روح له باله الغناء وطرب وكذا. أم كلثوم غنت على النبي وقالت ولد الهدى في الكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء الروح والملائك وحوله بالدين والدنيا به بشراء. عادل حند وش انت وش تصنيفك فيما يخص المقرئين ولا؟ طبعا والله انا في من ناحيه القراءه الخاشعه والمؤثره بالنسبه لي رقم واحد محمد صديق المنشاوي. انا تاثرت به بزاف. اذا حبيت تتعلم الاحكام وتسمع المخارج الشيخ الحصري
عليه رحمة الله. نعم. كذلك شكون الأقرب لك للتقليد؟ التقليد أنا في بداية تعلم التجويد تأثرت بالشيخ منشاوي. أعطينا مقطع آية. الله حطك في الوجه. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم ما شاء الله لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. الله 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 الله. الشيخ موسى شتورح بعيد والشيخ أرزقي كذلك. لكن الشيخ موسى تخيل تسمع لتلاوة للشيخ عبد الباسط عبد الصمد والشرح للشيخ الشعراوي هو الشيخ عبد الباسط لا شك أنه صنع لدينا عشقا خاصا لكتاب الله. نعم. هذه حقيقة. وكتب الله له القبول في الأرض فبلغ مبلغا عجبا. الشيخ المنشاوي مات في حدود 49 سنة في عمره، يعني مات صغير، لكن لو كتب الله له العمر لا يعني بلغ الآفاق أيضا. وكما ذكر الأستاذ المنشاوي مدرسة مستقلة طبعا. هي المدرسة البكاء هكذا يقال. نعم. عنه. والحصري أنا أؤيدك في مخارج الحروف، لكن نعلق قليلا على المرحوم الشيخ الطبلاوي رحمة الله عليه. 60 سنة وهو خادم لكتاب الله، مرتل للكتاب ومجود للقرآن. المعنى العظيم الآن لمثل هذا فليعمل العاملون. واضح؟ يعني أنت رصيدك في الدنيا أن تترك خلفك حسنة تمشي تبقى مراك. إمام الشاطبي في الموافقات يقول طوبى لمن مات وماتت ذنوبه من بعده، والويل لمن مات وبقيت ذنوبه من بعده، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. إذا كان الرجل قد أقبر ولا تزال أشرطته مؤثرة في أجيال وأجيال، أي شيء أعظم؟ إن أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما أقامك طبعا. فرحمة الله عليه. الأمر الأخير الذي أذكره، حي الله بلد الكنانة، حي الله مصر، حي الله هذه البلدة التي أخرجت لنا عظماء من العلماء، وهذه نحن نتشرف كجزائريين أن نقول هذا. نعم، أن نقول هذا الأمر اعترافا، والذي لا يعترف بالفضل للرجال إنما هو مقصر في حق الرجال. مصر
بلد قدمت هؤلاء العظماء، وانظر لا يعدون ولا يحصون. وهذه الفلاتات كما تفضلت هي فلاتات النجوم، بارك الله طبعا، والنجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وأنا رسالتي إلى المقرئين أن يلتزموا خط هؤلاء إن أرادوا كما ذكرت، إن أرادوا النجاح أن يلتزموا خط طبعا أولئك العظماء. ربما قبل أن نختم ذكرك أنه حدثني حول مبادرة طيبة فعلا فيها روح رمضان، فيها روح التضامن، فيها روح أنه الجزائريين دايمين واقفين مع بعض، والله خصوصا أن هذه المبادرة يعني شملت الأطباء الجيش الأبيض، تقديم وجبات إفطار الأطباء. شكرا على أنك أتحت لي هذه الفرصة، لأن الإخوة اتصلوا بي من البليدة أن أكون ضيفا ضمن مجموعة الأئمة من البليدة، وأنا إمام في البليدة، فاعتذرت بسبب هذه الحصة، ولكن وعدتهم أن أكلم إدارة الحصة لنتوجه بالشكر. هذه المبادرة أن جمعية الشيخ بن جلول تابعة للمسجد الكبير في بن جلول عندهم جمعية أشرفوا على الإطعام للدكاترة في البليدة على مدار كل الشهر، يعني رمضان هذا رمضان هذا. ونحيي طبعا الطباخات النساء اللي كانوا يطبخوا، فنساء وأخوات وتركوا أهلهم وتركوا زواجهم وكانوا يخدموا، ثم الإخوة كلهم، ثم اليوم تحت إشراف طبعا الجمعية وسيد مدير شؤون دينية أستاذ ناسي كمال بن العسل، والجماعة من الأئمة حضروا هذه المأدوبة وفطروا معهم وفرحوا، والدكاترة يستهلوا منا كل خير، فحضروا معهم الأئمة والجمعية، وهذا التكاثف التقاء قوة الخير، قوة الخير والفضل في هذه البلدة، يعني تخيل، فالدكاترة يستهلوا أكثر، يستهلوا أكثر طبعا. تحيه جزاهم الله خير، كل التحيه لهم طبعا. انا عندي واحد الحاجه، غير ايام قبل كنت ابكي وراء التلفاز الشيخ موسى، لما هذو ناس تعدى عليهم، انت اسمحوا لي بالعباره يعني فيما مضى، يعني هذو ناس تعدى عليهم، داروا اضراب تتعدى على صحيح اللي يخرجك اللي يعني بعد عليك هذه الكورونا والهم طبعا. والله طبعا. تذكرت هذه الايام صحيح. يعني هذو مش يزيد لهم في الشهريه، هذو تطلع به قدمه، هذو في باب المدفع امام الموت، يعني عيب وعار. يعني العالم العالم الجليل يا استاذ العالم والامام ومقدم حصه راه يبين لك الخير العلم، وهذا العلم ككل لازم نطلعوا به، احسنت، عيب وعار علينا باش نبقاو هذو الناس طبعا. لازم نطلع يرفع بهم. الله الذين هاو لكبان العمل تاعهم اليوم جت هذه الجائحه واللي كشفت حقيقه نعم ومكانه نعم هؤلاء طبعا. لكن ربما قبل الختام لازم ننظموا شويه الامور. انا حاب نستفيد منكم جميع طبعا. الشيخ شلبي قدم لنا تلاوة، أو سعاد اللي قدم لنا ابتهال أو العكس، طبعا شويق مع عند الشيخ أرسطي، وطبعا دعاء من الشيخ موسى عزوني. لكن قبل الختام طبعا، زميلنا وأخونا في قناة البلاد الزميل نسيم عبد الوهاب في هذه الليلة المباركة يطلب من المشاهدين، يطلب من الشيوخ الكرام الترحم على والده السي سعيد عبد الوهاب رحمه الله. طبعا هو إنسان فاضل معروف أنه نذر حياته لفعل الخير وبناء المساجد، ومن يعرفه طبعا يشهد له أنه كان إنسانا فاضلا. طبعا نسأل الله أن يجعله من أهل الفردوس الأعلى مع النبيين والصالحين. طبعا يطلب من المشايخ أنه يدعو له بالرحمة في هذه الأيام المباركة، جزاهم الله كل خير. وطبعا أنا أيضا عندي والدي راه مريض، ربي يشافيه مريض جدا، نتمنى ان شاء الله تدعوا له ان شاء الله في هذه الليله المباركه بحول الله في مرضى المسلمين يا رب. طبعا بمن نبداو؟ نبداو بالمشايخ وما نخدموا بالله. انا ننظم باذن الله. انا دوك انا قديم في البلاد، بدينا بشيخ عمر، يبداها شيخ عمر يتبعوا الشيخ عادل، باسكو عادل يتبع شيخ عمر. الله الله. الشيخ موسى ما عندوش كلمه، انا نجيب اشويق نختموا مدام دعوه الخير تاع ليله القدر. الشيخ موسى يختم دعوة الخير بالعربية باللغة القرآن، وأنا نزيد شوية دعاء بالأمازيغية. تفهمنا أنا راني فهمت حاجة. مارك موش كاري لك الشيخ، في زوج كاري لك. قبل ما نبداو في عمر خونا علي والسلطاني قاموا دخلوا الديور تاع الناس، نعم وبالشهادة تاع الناس شهدوا لهم بالخير، فرحوا الغاشي، نوعوا الفنيين، الأخوات، الأساتذة، بلا ما نذكر أسماء الشيوخ،
فرحونا في هذا وطبعا بما انه شهر القران طبعا 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 والله احنا ولو كنا احنا في الواجهه ولنبانو هناك جهود كبيره وكبيره قام بها الزملاء نبداو بالتقنيين المخرجين كاين ناجي الليله كاين حمزه بن اكساس كاين زكريا اني جايك شيخ علي اللوس حبيت نقول موراكم راني نعرفهم كاع المنظمين الخدامين تاع القناه بلا ما نذكر اسماء كانوا موراكم نسيم عبد الوهاب كريم كالي اسماء ربحي عندنا جهباري المصورين معنا سي غلاس معنا على حمزة ما شاء الله جوني أيضا محمد القول. عباس طبعا بالشيوخ بالاسم الشيوخ سكريبت رانيا والمكيوز نصيرة كاين أيضا السائقين عمي مو شوفور جاونا جابونا تهلاو فينا الله يبارك سمك كاع لو بيرسونال جينيرال واش حبينا نديرو حنا كشيوخ على راسنا العالم ان شاء الله الشيخ موسى خوخونا والدو واش نخدموا لكم انتم تمثلوا القناه اكبر هديه بما انه ليله القران ليله القدر نقدموا لكم زوج كتب تاع القران ربي يحفظكم ما عندكم القران ولكن هذا خاص بالحصه ربي يحفظكم هذا واحد ليك وواحد الاستاذ محمد ربي يحفظكم هذا يقول القران ليله القدر ليله القران اغلى حاجه اللي نقدموها بارك الله ربي يحفظكم والله هديه جميله جدا ربي يحفظكم ان شاء الله شكرا ان شاء الله طبعا تفضل سي عادل طبعا قبل نختم مع مشاهدينا الكرام اذا مشاهدينا الكرام بهذا نصل الى ختام هذه الحلقه نلقاكم بخير بحول الله تفضلوا شيخ انت يا رحمن ربي نجنا من كل كرب واغفر اللهم ذنبي يا رحيما أنت يا رحمن ربي نجنا أنت يا رحمن ربي نجنا من كل كربي واغفر اللهم ذنبي يا لطيفا بالعباد واغفر اللهم ذنبي يا لطيفا بالعباد يا لطيفا بالعباد يا فاغفر اللهم يا رب أنت يا رحمن ربي نجنا من كل كرب أنت يا رحمن ربي نجنا من كل كربي واغفر اللهم ذنبي يا رحيما بالعباد واغفر اللهم ذنبي يا لطيفا بالعباد يا لطيفا بالعباد يا رفاقي
شهر الصيام بدموع فائضات كالغمام. يا رفاقي ودعوا شهر الصيام بدموع فائضات كالغمام واسألوا الله قبولا أمين في الختام. واسألوا الله قبولا في الختام ودوام الفضل مع نايل المرام. قدر نعودوها كما تشاء. تفضل تفضل بطبع آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. ليلة القدر خير شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. تنزل تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. تنزل فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. شيخ رزقي ينصلوا دفن فالمؤمنين يا رسول محمد يسميس في الأسيد إنسان القرآن يدني بيد ثافاتي غيصا يمرثي ضربي كلوان ذو الرحمة غي العيفة ذيس
يبوي يا غداين الهان فرحناك في سلاح ذافيس صلاة الزكاة ورمضان الحجيح وبالعفذيس ما يرنا يا استفاي صحان الجنثيه يا خميس أكون رشدا المؤمنين يصفان أكون رشدا المؤمنين يصفان أسعدي حذري منيس رب ثانثي كل مكان سل علمي ماشي سثتيس الخيرة ثندك فوسيس كن يونيه كعوينيس أكون رشدا المؤمنين يصفان أسعدي حذري منيس عيناني تفغى الشيطان يفرح يردد صريس يفغى ذريث الشيطان يفرح يردد صريس عيناني ستسن رمضان ذكر النولى في مولان تصدق وثيات زلان نتيك ذور سوي مانيس المؤمنين لحضور كفان يفنغوي قثيات وفان ما يروضى في الناس انفافيس انت عكسي اسمك الرحمن الجنة في كغمكوان رسول جاء على غثي الصفيس يرسل جاء على غثي الصفيس شيخنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا أمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا أمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا أمين. اللهم فرج همنا أمين. ونفس كربنا واقض ديننا واشف مرضانا أمين. اللهم اشف مرضى كل من سأل لنا الدعاء أمين. لهم الدعاء اللهم ارحم كل من مات من المسلمين وارحم أموات من سألوا لنا لهم الدعاء اللهم ارحمهم يا رب العالمين اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وشهدوا لنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والمعاصي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وارحمنا يا مولانا إذا ما صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم إن هذه ليلة القدر اللهم اجعلنا من عدد عتقائك من النار اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار ورقاب آباء آبائنا من النار وآباء أمهاتنا من النار اللهم اعتق رقاب أولادنا وذرارينا من النار اللهم اعتق رقاب جيراننا من المؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين اللهم احفظ أهل الإسلام في كل مكان اللهم ارفع البلاء عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وعن كل البشرية يا رب العالمين اللهم احفظ لنا بلدنا من كل سوء اللهم احفظه من كل سوء اللهم اجعله بلدا رخاء سخاء وسائر بلاد الإسلام والمسلمين اللهم اجمعنا على كلمة سواء يا رب العالمين اللهم اجعلنا في بلد الجزائر إخوة متحابين يا رب العالمين اللهم اجعلنا في جزائر الشهداء مفاتيح خير مغالق شر اللهم اجز شهداء الجزائر خير ما تجازي به أولياءك الصالحين وعبادك المتقين المجاهدين اللهم اجزهم خير الجزاء اللهم احشرهم مع من أحب من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم ردنا إلى بيوتك ردا جميلا بعد رفع هذا البلاء يا رب العالمين ربنا وتقبل صيامنا وقيامنا وزكاة أموالنا اللهم اجعل زكاة الفطر طهرة لصيامنا يا رب العالمين من كل منقصة في صيامنا اللهم ارحم من مات من أطباء واحفظ من كان مجاهدا منهم لا زال على منبر الحراسة اليوم اللهم إنا ندعوك يا ربنا أن تحفظ الأطباء جميعا
ومن مات اللهم ارحمه وجزه خير الجزاء واكتبه في عليين واكتبه في الشهداء واحفظ له الذراري من بعده واحفظ له أهله من بعده يا رب العالمين. اللهم اجعلنا في هذه القناة مفاتيح خير مغاليق شر. آمين آمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. الله يعفور بذنوبنا. امين يا رب. يستر بلا عيوبنا. اسيدي يا ربي كشف حنين. امين. كشف رحيم. امين يا رب. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. الله يعفور بذنوبنا. كشي اذا سمح ربي. الليله يجي المباركه ليله القدر. ليله القران. ربي اشفع لنا اسيدي رب العالمين. عفو يا ذنوبنا. اسيدي ربي غندعو ذيبه بس نعليه. غتشفو ربي. غتسحلو ربي. الرجل الكريم يدي يدر عليه. غتوفق ربي. غتيرحم ربي. غتيجعل ربي ذات الرحمه. غتيزين ربي لخواننا. غتيزين ربي ساعدنا. اغي جعل ربي غامي قدس الرحمه ويتكيوا انذعوا في موضان وين الا انت موضينا تسحلوا ربي وين يموتنا ترحم ربي لميدسنا لاطباءنا اسني في ربي القوه اسني في ربي الشجاعه ان يجعل ربي غادي نخدم لهاد الفرحه كربون يموتن او كل ميدسا على راسي بودي ساعه وكل الجنين ان يجعل ربي ذات الجنه ان شاء الله ان يجعل ربي الشهداء سيدي ربي اسيدي ربي عفو يا سن ذنوب نسن ثمرتنا بلادنا الكريمه ان يجعل ربي ثمرتك غنجوجو كترنو اغي تجي غي غادي تجعل ربي ثمور تاكي اشنا رفدتنا عليه ان شاء الله هادي راه ضربي فلان غ الوباء هادي راه ضربي فلان غ الابتلاء شيوخنا اكل ميلان الشيخ موسى الشيخ عمر الشيخ عادل اكل ميلان شيوخ اكلوا في قرب الخير هادي زين ربي سعد الاول اكل يجعل ربي غتخدمها تفرح قناه البلاد هاداني في قرب الخير ان يجعل ربي ان شاء الله تيسور الخير ان شاء الله تعالى غي ربي يفريدنا الدين غي ربي يفريدنا الطاعه. الشيخ عندي انا عندي الدعوه ماشي ليا يسمحوا لي كاع على بالي الجماعه راه متاثرين. هناك جاري في حي بن شبان توفاه الله بكورونا هذه. الله يرحمه. هو في دفن تصور راحت مع زوجته لفرنسا. وخلته ثم وراه يجي هذه الايام. ولاده راهم مضرورين عائله بالعربي. راه دفن في فرنسا يعني في مقبره المسلمين. الله يرحمه. نقولوا الحاج بالعربي خالد كان من اعضاء لجنه المسجد مسجد الاتحاد اللي نصلي فيه انا. من الفعالين يعني. في شهر واحد توفوا زوج من لجنه الجامع. الاخ جمال ملوك رحمه الله والاخ بالعربي خالد يعني تصور راح زوجته في امر اخر توفيه. الله يرحمه. ذكروا بالدعاء ربي يحفظه. الله يرحم ربي ان شاء الله. امين ان شاء الله. ربي ثلاث من الرحمه. الله يرحمه. اتجعل ربي تقي مع فسيدي ربي. خويا علي ربي قويك. ربي صبرك. ربي يعطيك الايمان. يجعلك الاب تاعك هذه ان شاء الله كما يقولون ربي يطول لي العمر ان شاء الله. ان شاء الله يكون شي جوج سلامات ان شاء الله. ان شاء الله الدموع دموع خير دموع رحمه دموع شفقه باذن الله على كل الوالدين على الامهات على الوالدين على هذه البلاد الطيبه. يا رب يا رب انك قلت وقولك الحق ادعوني استجب لكم. اللهم احفظ هذه البلاد اللهم احفظ هذه البلاد اللهم اجعل هذا البلد بلدا امنا مطمئنا يا رب العالمين يا رب العالمين. وفقنا الى ما فيه الخير اللهم وفقنا الى ما فيه الخير اللهم ارحم موتانا اللهم شفي مرضانا ادي يصلح ربي موضان ادي يرحم ربي وذي موتان ادي يكسر ربي الغرض قولاول ادي يكسر ربي الحسد قولاول. ما دام هذا الشهر العفو ان شاء الله ينحي ربي ينحي من قلوبنا الغل ينحي من قلوبنا الحسد نتعقلوا كاع كجزائريين كمسلمين كمؤمنين نتحدوا على هذه البلاد نرفدوا هذه البلاد نعاودوا نطلقوا بهذه البلاد. يا رب ارفد علينا الوباء ارفد علينا هذا الهم هذه الليله المباركه اللي تنزل الملائكه وينزل جبريل في هذه الليله المباركه. يا رب نتوسلوا عليك بالقران نتوسلوا عليك بالصلاه بالتراويح بالتهجد. يا رب انظر الينا بعين الرحمه انظر الينا بعين الرحمه. والملائكه الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون يرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم. أيا وربي ذو الدين أيا وربي ذو الإصلاح أيا وربي ذو اللقام. ونعطي الكلمة الأخيرة يختمها شيخنا موسى إن شاء الله تعالى. إن شاء الله جزاكم الله خير ألف خير. آمين آمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خير. بارك الله فيك.